بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفتتح الجلسة وتتلى أسماء السادة الأعضاء، ثم أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن جلسة اليوم، ثم أسماء السادة الأعضاء الذين تغيبوا باعتذار سابق أو بدونه عن عدم حضور اجتماعنا أو أكثر من الاجتماعات التي عقدتها اللجان منذ الجلسة السابقة، ثم أسماء الأعضاء الذين لم يكونوا موجودين الساعة 9 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2016. أحمد حاجي لاري حاضر، أحمد خالد الجسار حاضر، أحمد سليمان القضيبي حاضر، دكتور أحمد مطيع العازمي حاضر، أنس خالد الصالح غير موجود، جمال حسين العمر حاضر، حمدان سالم العازمي حاضر، حمد سيف الهرشاني غير موجود، حمود محمد الحمدان حاضر، خالد الجراح الصباح حاضر، خلف دميثير العنزي غير موجود، راكان يوسف النصف غير موجود، روضان عبد العزيز الروضان حاضر، سعد علي الرشيدي حاضر، سعدون حماد العتيبي حاضر، سعود نشمي الحريجي حاضر، سلطان جدعان الشمري حاضر، سلمان صباح الصباح حاضر، سيف مطلق العازمي حاضر، صالح احمد عاشور حاضر، صباح خالد الصباح حاضر، طلال سعد الجلال حاضر، عادل مساعد الجار الله حاضر، دكتور عبد الرحمن صالح الجيران حاضر، عبد الله ابراهيم التميمي حاضر، دكتور عبد الله محمد الطريجي حاضر، عبد الله مرزوق العدواني حاضر، عدنان سيد عبد الصمد حاضر، عسكر عويد العنزي حاضر، دكتور علي سعد العبيدي حاضر، دكتور علي صالح العمير حاضر، علي عبد الله الخميس حاضر، دكتور عودة عودة الرويعي حاضر، عيسى أحمد الكندري حاضر، فارس سعد العتيبي حاضر، فيصل سعود دويسان حاضر، فيصل فهد الشايع حاضر، فيصل محمد الكندري حاضر، ماجد موسى المطيري حاضر، ماضي محمد الهاجري حاضر، مبارك سالم الحريص حاضر، محمد خالد الصباح حاضر، محمد طنة حاضر، محمد مروي الهدية غير موجود، محمد ناصر البراك غير موجود، محمد ناصر الجبري حاضر، دكتور محمد هادي الحويلة حاضر، دكتور منصور فالح الظفيري حاضر، هند صبيح الصبيح حاضرة، ياسر حسن أبول حاضر، يعقوب عبد المحسن الصانع حاضر، دكتور يوسف سيد الزلزلة حاضر، دكتور يوسف محمد العلي حاضر، مبارك بنية الخرينج حاضر، مرزوق علي الغانم حاضر. أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016: جابر مبارك الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء، دكتور خليل عبد الله علي، كامل محمود العوضي، محمد عبد الله الصباح وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء، خليل إبراهيم الصالح. أسماء السادة الأعضاء الغائبين دون عذر أو اخطار عن جلسة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12/13/4/2016: دكتور عبد الحميد عباس دشتي. أسماء السادة الأعضاء الذين لم يكونوا متواجدين الساعة 9 صباحاً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2016: أحمد حاجي لاري، أحمد خالد الجسار، أنس خالد الصالح، دكتور بدر حمد العيسى، جمال حسين العمر، حمدان سالم العازمي، حمد سيف الهرشاني، حمود محمد الحمدان، خالد الجراح الصباح، خلف دميثير العنزي، دكتور خليل عبد الله علي، راكان يوسف النصف، سعد علي الرشيدي، سعود نشمي الحريجي، سلطان جدعان الشمري، سلمان صباح الصباح، سيف مطلق العازمي، صباح خالد الصباح، طلال سعد الجلال، عادل مساعد الجار الله، دكتور عبد الحميد عباس دشتي، عبد الله ابراهيم التميمي، الدكتور عبد الله محمد الطريجي، عبد الله مرزوق العدواني، عدنان سيد عبد الصمد، عسكر عويد العنزي، دكتور علي سعد العبيدي، دكتور علي صالح العمير، دكتور علي عبد الله الخميس، دكتور عوده عوده الرويعي، عيسى احمد الكندري، فارس سعد العتيبي، فيصل فهد الشايع، فيصل محمد الكندري، كامل محمود العوضي، ماجد موسى المطيري، ماضي محمد الهاجري، مبارك سالم الحريص، محمد عبد الله الصباح، محمد ناصر البراك، محمد ناصر الجبري، دكتور محمد هادي الحويلة، دكتور منصور فالح الظفيري، هند صبيح الصبيح، ياسر حسن أبول، يعقوب عبد المحسن الصانع، دكتور يوسف محمد العلي.
تقرير عن غياب الأعضاء بعذر أو بدون عذر عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة من 10 أبريل 2016 حتى 21 أبريل 2016. واحد لجنة شؤون الداخلية والدفاع اجتماع 10/4/2016 خليل إبراهيم الصالح بعذر، ماجد موسى المطيري بعذر. 2 لجنة شؤون المالية والاقتصادية اجتماع 19/4/2016 حمود محمد الحمدان بعذر، فيصل فهد الشايع بعذر. 3 لجنة شؤون التشريعية والقانونية الاجتماع 25 بتاريخ 10/4/2016 فيصل سعود الدويسان بعذر، محمد ناصر البراك بعذر. الاجتماع 26 بتاريخ 17/4/2016 الدكتور عبد الرحمن صالح الجيران بعذر، علي عبد الله الخميس بعذر، محمد ناصر البراك بعذر. 4 لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد الاجتماع 15 بتاريخ 14/4/2016 دكتور محمد هادي الحويلة بعذر، الاجتماع 16 بتاريخ 18/4/2016 حمود محمد الحمدان بعذر، دكتور محمد هادي الحويلة مهمة رسمية. 5 لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اجتماع 20/4/2016 طلال سعد السهلي بعذر. 6 لجنة المرافق العامة اجتماع 17/4/2016 خلف دميثير العنزي بعذر، سعود نشمي الحريجي بعذر، عادل مساعد الجار الله بعذر. 7 لجنة الميزانيات والحساب الختامي الاجتماع 46 بتاريخ 10/4/2016 سعود نشمي الحريجي بعذر، فارس سعد العتيبي بعذر. الاجتماع 47 بتاريخ 11/4/2016 دكتور عبد الرحمن صالح الجيران بعذر، فارس سعد العتيبي بعذر. الاجتماع 48 بتاريخ 17/4/2016 سعود نشمي الحريجي بعذر، عادل مساعد الخرافي بعذر، دكتور محمد هادي الحويلة مهمة رسمية. الاجتماع 49 بتاريخ 18/4/2016 سعود نشمي الحريجي بعذر، دكتور عبد الرحمن صالح الجيران بعذر، دكتور محمد هادي الحويلة مهمة رسمية. الاجتماع 50 بتاريخ 19/4/2016 سعود نشمي الحريجي بعذر، دكتور محمد هادي الحويلة مهمة رسمية. الاجتماع 51 بتاريخ 20/4/2016 سعود نشمي الحريجي بعذر، فارس سعد العتيبي بعذر. لجنة الأولويات اجتماع 17/4/2016 كامل محمود العوضي بعذر، فيصل فهد الشايع بعذر. الأخوة الأعضاء أرجو الانتباه، تقدم لي نائب عبد الحميد دشتي برسالة تتضمن بتاريخ 20/4/2016 تتضمن طلب إجازة وفق المادة 24 من اللائحة، وأيضاً أرفق بهذا الكتاب تقرير طبي مصادق عليه من قبل الجهات الطبية المعنية. من لديه رأي بهذا الشأن أو هذا الخصوص، هناك اجتماع في مكتبي يوم الخميس الساعة 12، لأني لن أفتح النقاش في الجلسة. موقف المجلس من التصرفات والتصريحات معروف وذكر في السابق، وهناك بيانات وهناك ساعات طلبت من قبل المجلس خصصت لهذا الأمر، وما يتعلق بالأخطاء هناك جهات قضائية هي التي تحاسب. من لديه رأي بهذا الموضوع يوم الخميس الساعة 12 في مكتبي. البند التالي. 1 البند الأول التصديع على المضبطتين التاليتين 1350 بتاريخ 12/4/2016 1350 باء بتاريخ 13/4/2016. تفضل أخ روضان. روضان، شكراً لأخ الرئيس. في الجلسة السابقة أنا عرضت فيديو لمدرس يضرب بعض الطلبة، وكان يعني رد الأخ الوزير، وإن كانت في آخر الجلسة يعني كان رد الوزير أن الوزارة أخذت إجراء، بل أن هناك حالات كثيرة مثل هذه الحالات وأيضاً أخذوا فيها إجراءات. فأنا أتمنى يعني الأخ الوزير، وزير التربية مو موجود، لكن أتمنى يكون هناك في الوزارة دور إعلامي، إدارة العلاقات العامة وغيره، لأن يعني توضح حتى للمدرسين وتحذرهم، يعني يكون أول بأول تعطي. للأسف حتى الوزير بنفسه في ذاك اليوم يمكن دار متأخر بنفس الجلسة لما تم اتصاله مع الأخوة في الوزارة. فأتمنى من الوزارات يحركون العلاقات العامة يوضحون، لأن للأسف الإعلام يمكن الأخوان فيه مغلين، ويجب أن يكون كان موضوع واضح لهم ومنشور.
اعطى الميكروفون. والكل يعرف في هذا الامر يعني ليكون المدرس هذا عبره للمدرسين الاخرين اللي في مثل اخلاقه. شكرا لك الرئيس. شكرا. بيك بالدور الاخ فيصل دويسان، بس قبله ايضا نوه على كان في خطا املائي ما تم ارجاعه للجنه الماليه، هو التقرير 22 وليس 21. 21 هو القانون اللي تم التصويت عليه وعدلت هذه في المضبطه. ها الامانه العامه، الامانه العامه عدلت. ها تفضل اخ فيصل دويسان. أخ الرئيس، ورد في المضبطة الكلام المنسوب لحضرتك يبقى في معرض ردك على العضو الفاضل عودة العودة، يبقى قرار المجلس يعيدها للجنة المالية لأخذ التوصيات اللي موجودة في النقاش، يحيلها إلى الحكومة يقرر ما يشاءه وفقا لهذا التقرير، الحديث عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي المقدمة من الحكومة. حسب ما أنا عرفت انتهى النقاش ولم نتخذ قرار بشأنها. الآن أريد أن أعرف ماذا كان رأي المجلس بشأنها والآلية التي يتم التعامل معها. شكرا أخ رئيس. خليني أوضح لك لأن هذا الأمر أيضا يعني دار عليه لغط كثير حتى أن أوضح هذا الأمر. الوثيقة الاقتصادية لا نصوت عليها كمجلس بالموافقة أو الرفض، هي ما هي تشريع أو قانون، هي رؤية ومجموعة رؤى من الحكومة عرضت على المجلس. المجلس يدرج كل توصياته وآراءه في التقرير، يناقشها مرة أو أكثر، هذا راجع للمجلس. في نهاية الأمر تحال إلى الحكومة دون التصويت عليها بالموافقة أو الرفض. ما يوجد في الوثيقة من تشريع يأتينا هنا كتشريع ونحن نناقشه أثناء مناقشة التشريع. ما هو في صلاحيات السلطة التنفيذية وفقاً لتشريعات سابقة، مسؤولية السلطة التنفيذية أن تقوم بتنفيذه ومسؤولية المجلس محاسبته، لأن هذا سؤالك أيضا سيتكرر. الآن خلي أكمل أخ فيصل. الآن التقرير موجود في اللجنة المالية وسيعود ولا زالت تجمع توصيات وآراء النواب بعد ما سجلت الآراء اللي موجودة في الجلسة الماضية. لا زال هناك الكثير من التوصيات وسيناقش الجلسة القادمة في مجلس الأمة، تناقش أنت التوصيات اللي موجودة في تقرير اللجنة، ما تصوت بالموافقة على الوثيقة أو عدم الموافقة. نحن لا نتحمل مسؤولية رفض رؤى معينة ومن ثم يحمل المجلس هذه المسؤولية، وأيضا لا نوافق ونتحمل مسؤولية ما جاء فيها. فيها أمور تحتاج إلى تشريعات، تقدم الحكومة هذه التشريعات أو يقدمها مجموعة من الأعضاء ومن ثم نناقشها إحنا، ويبدي كل عضو رأيه في هذه التشريعات. ما لا يحتاج إلى تشريع وهو من صلاحيات السلطة التنفيذية، تمارس السلطة التنفيذية دورها ونحن نمارس دورنا الرقابي في هذا الأمر. تفضل أخ سلطان النائب المحترم سلطان الغيصم. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس، قبل التصديق على المضبطة أتمنى إعطائي وقت كافي، حيث أن في الجلسة الماضية وحول الحديث عن الوثيقة الاقتصادية وما تضمنته من الخصخصة والاتهامات التي وجهت إلى المجلس بطريقة غير مقبولة وبها تضليل للشعب الكويتي. أخ الرئيس، أوجه كلامي للشعب الكويتي ونحن راضين بحكمه بعد عرض هذه المقاطع اللي انقالت في قاعة عبد الله السالم، ما انقالت في الشارع. وأرجو من الأخ الرئيس الاستئذان بعرض بعض هذه المقاطع والتعليق عليها. تفضل. موافق المجلس؟ الفيديو الأول. أنا والأخ علي الدقباسي ورولا دشتي تقدمنا باقتراح بقانون بتأسيس شركة مساهمة عامة لتخصيص المصافي الجديدة، واعطيك بعد من اللي اقترح معانا هذا الحكي يا جماعة. شهر 9 2009 الاخ فيصل مسلم قدم اقتراح نفس الشيء، توم الاخ جمعان الاخ وليد الطبطبائي وحضرتك اعتقد، بالاضافة الى كتلة العمل الشعبي كلنا 11 نائب. شهر 9 2009 سمعوا يا جماعة، تقدمنا باقتراح بقانون
بتأسيس شركة مساهمة عامة بتخصيص المصافي النفطية الجديدة. المقطع الثاني يا أخي الرئيس تكلم عن قطاع تمرير قانون الخصخصة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخي الرئيس. أخي الرئيس، موضوع الخصخصة بلا شك يعني يجب أن ننظر لها ليس فقط تحويل ملكية، وإنما هي تحويل نمط حياة وتحويل وجه الدولة وتحويل المجتمع برمته ونظرة حياتية إلى الأمام. وبالتالي يجب أن نكون منتبهين ويجب أن نكون بالفعل مؤتمنين على هذه النقلة النوعية اللي نبي ننقل فيها ليس فقط الشعب الكويتي وإنما أسس الحياة كاملة في بلد، في دولة، في كيان. الأخ الرئيس، الفيديو الثالث يقول فيه النائب الفاضل لكله كل احترام: يا خالد ما يصير نحمي المواطن الكويتي من المهد إلى اللحد. للأسف الأخ الرئيس هالكلمة تنقال عن المواطن الكويتي، خلينا نشوفها مع بعض. لكن يا خالد ما يصير نعطيه حماية من المهد إلى اللحد، بالعكس هذا له جوانب سيئة. المقطع الرابع: اتفاق المجموعة ونواب والكتل وكأن اقتراحهم بالصدفة ما يدرون عنه. خلينا نشوف هالمسرحية. الأخ الرئيس، في الواقع الخصخصة مصير حتمي للكويت، ما عندنا طريق ثاني. الكويت احنا نعرف ما لها إلا مصدر دخل واحد، وبالتالي ما لم احنا نسعى إلى تنمية بلدنا أنا أقول لك إنه ما راح يكون لنا فرصة للاستمرار ككيان في نزول أسعار النفط، في نضوب النفط، في حالة حتى عدم التأكد من مخزون النفطي. إيش راح يصير في الكويت لما يعني تتأثر دخل النفط ويكون ما عندك مصادر للدخل؟ الأخ الرئيس، إحنا عطينا الحكومة موافق على الخطة المائية، وراح نعطيهم اليوم إن شاء الله قانون الخصخصة. الأخ الرئيس، المقطع التالي من أحد النواب اللي كله كل احترام وجميعهم كذلك، يقول المواطن الكويتي اللي يأكل بطاط وبيدنجان ما يروح للقطاع الخاص، وكأن القطاع الحكومي ما لهم قيمة. وللأسف ينقال هالكلام تحت قبة عبد الله السالم. لا، المواطن يستفيد منها أكثر، الموظف اللي يشتغل بجد، الموظف اللي يبي ينتج هذا اللي يستفيد. أما الوضع اللي احنا فيه، الموظف اللي قاعد ببيتهم واللي يروح يوقع ويقرأ جريدة ويحل كلمات متقاطعة ويأكل بطاطا بديان ويرجع بيته مرة ثانية الظهر، هذا ما راح يكون موجود في القطاع الخاص. المقطع الآتي: الفساد سيستمر إذا ما في خصخصة. الفساد سيستمر إذا ما في خصخصة. شكرا لك الرئيس. الأخ الرئيس، أولاً أود أن أؤكد ما سبق أني قلته، أنا أعتقد بدون إقرار هذا القانون سيستمر الفساد الموجود حالياً. الأخ الرئيس، لذلك أود أن أسجل حقيقة، هذا القانون إذا كان سيء أنا ما أقول فقط أني بوافق عليه، ولا أقول فقط أني وافقت عليه في اللجنة المالية، أقول أنا أحد، ما أقول بروحي، أحد من تقدم بمعظم نصوصه وأفتخر بذلك. أخي الرئيس، كلهم يدافعون عن الخصخصة، واليوم وصلوا إلى 40 ندوة ويحذرون منها. أخي الرئيس، أكتفي بهذا. شكراً أخي الرئيس. شكراً الأخ النائب الفاضل سلطان الغيصم. تفضل أخ صالح عاشور. شكراً أخي الرئيس، وكذلك نشكرك أن أعطيت المجال للحديث حول القضية، وهذه أعتقد قضية جداً مهمة. جزء من المشكلة أخي الرئيس أن طريقة عرض وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي في الجلسة الماضية ودمجها
مع قانون الدعوم وكذلك رفض اللجنة الاقتصادية لمرسوم المرسوم، أنا أعتقد يتكأن أن المجلس خول اللجنة المالية بالموافقة وإحالتها للحكومة، لأن تم دمجهم مع بعض وبتصويت واحد، وإحنا 9 نواب اعترضنا من حيث المبدأ على الطريقة والأسلوب، وطلبنا النداء بالاسم اللي حضرتك ما سمحت بذلك. لذلك إحنا نقول موضوع وثيقة الإصلاح المسار الاقتصادي لم يتم مناقشته في المجلس، وبالتالي عطى الميكروفون. شكراً أخي الرئيس. وبالتالي لم نضع ملاحظاتنا على هذه الوثيقة، وثيقة الإصلاح المسار الاقتصادي، واليوم على اللجنة المالية بعد مناقشتها مع الحكومة، وأعتقد هم قطعوا الشوط في هذا الجانب، لابد أن يعرضون نتيجة ما يوصلون إليه مع الحكومة على المجلس، على الأقل لإبداء وجهات نظر ورأي في بعض القضايا، لأن بعض القضايا حقيقة أخي الرئيس يحتاج وقفة حقيقية من المجلس. على سبيل المثال، الوثيقة تتضمن بوضوح أن بعض مراكز الصحية وكذلك التعليمية سوف يتم تخصيصها، شعار عام، عنوان عام، بس الوثيقة لم تبين كيفية تخصيص هذه المنافع التعليمية وكذلك الصحية، يحتاج وجهة نظر من وزير الصحة. أعطاني. يحتاج نسمع وزير الصحة كيفية تخصيص المراكز الصحية، نحتاج نسمع وزير التربية كيفية تخصيص كذلك المرافق التعليمية. الشيء الآخر، الوثيقة تنص على تخصيص 97 محطة بنزين، على أي أساس، على أي أسلوب؟ كذلك لا ندش في نقاشها لأن الجلسة الجاية بتجي. فبوصل في النهاية أن لابد إحنا ما عطينا الإذن للجنة المالية إحالتها للحكومة مباشرة، لابد تحيله بعد مناقشة مستفيضة من المجلس وإبداء وجهات نظرنا، لأن الكثير في الوثيقة عندنا اعتراض مبدئي عليه. الوثيقة بالنسبة لي يمكن الكل أو البعض غير مقبول من ناحية المبدأ، إحنا عندنا اختلاف مع توجه الحكومة بالنسبة لإصلاح المسار الاقتصادي. توجه الحكومة إحنا عندنا تحفظ عليه، توجه الحكومة واضح أخي الرئيس نقل. شكرا. لا وايد رافعين، تفضل اخر، ارجو تختصر. تفضل. شكرا اخي الرئيس. الوثيقه ما تتضمن الحكومه نقل ما تملك الدوله اللي هي بالتالي ملك الشعب، وما تدير الحكومه الى القطاع الخاص بدون وضع ضوابط اساسيه للحفاظ على المكتسبات الشعبيه. في هذا الطريق، في هذا الأسلوب وفي هذا العرض مرفوض جملة وتفصيلا، ولذلك نصر عرض ما توصل إليه اللجنة على المجلس لاتخاذ إن شاء الله الرأي المناسب. شكرا أخي الرئيس. شكرا أخ صالح. بس باختصار حتى أوضح لك وأرد عليك، أولا أخ صالح مو صحيح أن تم التصويت على الوثيقة أو على قانون اللي كان القانون اللي رفض المقدم الحكومة فيما يتعلق بزيادة التعرفة وقانون الدعوم في تصويت واحد، أبدا ما هو صحيح. تم التصويت على القانون الأول وتم رفضه من حيث المبدأ بتصويت منفصل، ومن ثم تم التصويت على المداولة الأولى بالنسبة لقانون الكهرباء بتصويت منفصل، ومن ثم تمت إحالة الوثيقة إلى اللجنة المالية أيضا بتصويت منفصل. هذا واحد. رقم 2 أيضا تصحيحا لمعلوماتك أخ صالح، أنت تقول تقدمنا بطلب نداء بالاسم وأنا لم أسمح بذلك، ما هو صحيح. العدد لم يكن كافي لائحيا مثل ما رديت على أحد الأخوة الأفاضل، فمو أنا اللي ما سمحت، العدد اللي كنتم متقدمين فيه لم يبلغ الحد الأدنى اللائحي وهذه لائحة موانة. رقم 3 فيما يتعلق في تخصيص مرافق، الدستور واضح يا جماعة، الدستور واضح لا يخصص مرفق إلا بقانون، وبالتالي ما جاء في الوثيقة بأي شكل من الأشكال يحتاج إلى تشريع يتم نقاشه وقت التشريع. إحنا لا نرفض أو نقبل الوثيقة
ونصوت عليه من هذه الزاوية. نحن نبدي ملاحظاتنا، وإذا كانت الملاحظات أيضا مختلفة تدرج في تقرير اللجنة المالية اللي ما انتهت منه الآن. إنما أنا ما أعتقد اللغط موجود. إذا كان هناك من يريد أن يتصيد لأنه لم يجد أي أمر آخر يتصيد فيه على المجلس، فهذه مشكلته مش مشكلتنا. إنما إحنا ماشيين وفق الإجراءات اللائحية السليمة، ستتاح لكل نائب بأن يبدي ملاحظاته، يبدي توصياته، على اللجنة المالية أن ترفق هذه التوصيات وهذه الملاحظات. وفي نهاية الأمر طبعاً بيروح حق الحكومة. على وين بيروح؟ بيروح حق الحكومة، بس ما راح يروح للحكومة موافقة ونتحمل كمجلس مسؤوليته، أو رفض ونتحمل مسؤولية. إحنا نمشي وفق أسس ونصوص دستورية ولائحية تشريعيين الناقشة، يا نوافق عليه يا ما نوافق عليه. وأيضاً أختم أوضح بعد للأخ صالح، ولا ترى كل ما هو موجود في الوثيقة هذه اللي حضرتك قاعد تتكلم عنها، وأنت نائب مخضرم وكنت موجود ويانا، ترى كلهم صوتين عليها في خطة التنمية المقدمة من أحمد الفهد في 2010، كلها تصويت قانون مو وثيقة، كان برنامج تصويت قانون فقط. هذا رداً على بعطيكم برد عليك رئيس اللجنة المالية ومقررها بس حتى يوضحون. شكرا أخي الرئيس. أنا أمس صرحت، أول أمس صرحت في هذا الموضوع وأكرر نفس الكلام. هذه الوثيقة رؤية الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي. إحنا سبق أن طلبنا من الحكومة بالفترات السابقة، يا حكومة شنو الوضع في المستقبل بعد انخفاض أسعار البترول؟ إيش تبي تسوين؟ شو الإيرادات الأخرى اللي بتيج؟ منين؟ إيش تبي تسوين؟ كل هالكلام تساؤلات من المجلس قاعد نسألها. وبالتالي أيضا كنا نطالبها بإيقاف الهدر أو تقليل المصاريف والهدر في الوزارة. فالحكومة تقدمت بالرؤية هذه، الرؤية مو قانون. قلنا هالكلام مرتين ثلاث، الرؤية مو قانون نوافق عليه أو نرفضه مثل ما ذكرت أخي الرئيس. ولكن إحنا استمعنا إلى وجهات أطلع الميكروفون. استمعنا إلى وجهات نظر الحكومة في هذا الجانب، وأيضا يبنى المتخصصين، يبنى المجلس على التخطيط، يبنى ديوان محاسبة، يبنى محافظين البنوك المركزية السابقين، يبنى ناس من القطاع الخاص مختصين في الاقتصاد، جمعية الاقتصادية، ديوان جمعية المحاسبين، يبنى اتحاد المصارف، يبنى اتحاد المستثمرين، كل جهات هذه يبناها. وقلنا لهم عطونا رأيكم برؤية الحكومة وأبدوا ملاحظاتهم، حطيناها توصيات. نقاش في المجلس الجلسة اللي فاتت تم مناقشة هذه الوثيقة، وأبدوا بعض الأخوان ملاحظتهم، وبالنهاية أخ الرئيس اتفقتوا على إحالة التقرير إلى اللجنة المالية لضم ملاحظات النواب ومن ثم إحالتها للحكومة. هذا كان القرار، ولكن ما عندنا مشكلة ردة مرة ثانية والناقشة مرة ومرة. تفضل أرجو تختم فيصل، ما نبي ندخل في نقاش داخل قبة عبد الله السالم. ولكن في ملاحظة واحدة أخي الرئيس أبي أرد على أخ صالح وأكد له أن ما في شيء اسمه إطلاق يد الحكومة في تخصيص التعليم، لأن في الصفحة 13 إذا عندكم التقرير تقرونه، الحكومة تقول نحتاج إلى تعديل قوانين لإطلاق يد الحكومة في الخصخصة، خصخصة التعليم والصحة. نحتاج إلى تعديل، معناها لازم القوانين تأتي إلى المجلس ومن ثم يتم رفعها أو الموافقة عليها أو التعديل. شكراً أخي الرئيس. الأخ محمد الجبري بعطيك الوحدة إن شاء الله. شكراً أخي الرئيس. أخي الرئيس، يمكن على هذا الموضوع بالذات طلعنا بعد اجتماع اللجنة المالية، وذكرت أخي الرئيس ذكرت إن هذه التوصيات اللي ذكرت في الوثيقة راح تدرسها اللجنة وتعيدها إلى المجلس مرة ثانية. هذا كان تصريحي بعد اجتماعنا في اللجنة المالية. وأنا استغرب أخي الرئيس اللي قاعد يثار إن والله اللجنة المالية تبي تحول الحكومة. بعد اجتماع اللجنة المالية طلعت في مؤتمر صحفي وذكرت إن الوثيقة أخذنا ملاحظات الأخوة الزملاء النواب وراح نحطها في اللجنة
ونرد نعيدها إلى المجلس مرة ثانية لمناقشتها، وهي في النهاية أخ الرئيس توصيات. بعدين أخ الرئيس اللي يتكلم عن خصخصة قطاعات معينة، هذه يحضرها الدستور، في مواد من الدستور تمنع الشيء هذا مثل التعليم والصحة. حط الميكروفون. بعدين لما يتكلمون الأخوان عن 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 تخصيص التعليم ولا الصحة، في قوانين بالدستور تمنع هذا الأمر، وإنه ما يصير إلا في قانون، وهذه رؤية من الحكومة، وذكرنا على طول بعد الاجتماع اللجنة المالية إثارة الموضوع هذا وإثارة اللغط. من المستفيد منه أخ الرئيس؟ ويطلع لي أمس واحد في الندوات يقول لولا فلان الفلاني ولولا أحمد السعدون كان الوثيقة مرت. مع احترامنا للسعدون وغير السعدون، لا يقعدون يكذبون على الناس. احنا اليوم طلعنا وقلنا في اللجنة المالية يا جماعة أخذنا الرؤى مالت النواب وراح ندرسها في اللجنة المالية ونعيدها إلى المجلس، وهذه رؤية حكومة ما هي قوانين، وذكرنا الكلام. لكن ليش يعني للأسف إن البعض قاعد يثير إنه والله كأن المجلس مر الوثيقة. شكرا أخ الرئيس. شكرا الأخ صالح عاشور، بس يرد لأنه عقب بعدين يسأل. شكرا أخ الرئيس، وكرر شكري إنك قاعد تسمح إن نناقش هذا الموضوع. إحنا مشكلتنا أخ الرئيس ان الوثيقه تم احالتها مره ثانيه للجنه الماليه وما ناقشناها. هذا احنا نتكلم من ناحيه المبدا، الوثيقه جت وراحت لكم مره ثانيه كلجنه ماليه ولم تتم مناقشتها. هني اعتراضنا. اللجنه الماليه تقول احنا ما، نعم احنا لم نناقش الوثيقه في المجلس، وبالتالي ما في ملاحظات الاخوه النواب. احنا عندنا من ناحيه المبدا مختلفين معاكم، ان تم تحويلها للجنه الماليه ولم يتم مناقشتها والنواب ما حطوا ملاحظاتهم. هذا اولا. الشيء الثاني، الوثيقه واضحه قاعد يقولون قانون التخصيص يمنع تخصيص مرافق التعليم والصحه وكذلك الصناعات النفطيه، وهذا شيء دستوري. والحكومه الان تبي تخصص مرفق التعليم والصحه والصناعات النفطيه من خلال. طيب منو بالدور؟ الاخ جمال العمر، بعدين يوسف زلزال. كلكم رافعين ايدكم يا جماعه. والله سجلت. لا مو اول شيء، قبلك رافعين. شكرا الاخ الرئيس. اول شيء اشكرك على توضيحك صراحه اللي عكست هي المضبطه، وانا احب اصلح لبعض الزملاء النواب بان ما هو موجود في المضبطه حقيقه هو احاله تقرير الوثيقة إلى اللجنة المالية وأخذ ملاحظات النواب ومن ثم ذهاب الحكومة. الآن حتى الأخوان تقدمنا باقتراح لأن الوثيقة لم تأخذ النقاش الكافي، وإن كان بعض الزملاء حط الملاحظات الكافية. الهدف من هذا النقاش، لأن هذه الوثيقة إذا كان يعتقد البعض أن لا يجوز التخصيص إلا في قوانين ولا يجوز زيادات، هناك قرارات وأكدها الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن الحكومة تملك القرار، ومن ضمنها البنزين الحكومة ما تحتاج قانون لرفع أسعاره أو حتى معدلاته. وكذلك هناك قضايا أخرى مثل ما تفضلت الأخ الرئيس بقانون، وهو هذا القانون من 2010 بخطة التنمية. إذن عطى الميكروفون. شكرا الأخ الرئيس. اليوم احنا خلافنا الأخ الرئيس أن هذا النقاش وهذا الإجراء لا يكون قطاع سياسي للحكومة، ويفهم منه كموافقة من المجلس بأن تتخذ الإجراءات لهذه الوثيقة. لذلك نحذر الحكومة، وأنت تفضلت وقلت الآن أن هذه الوثيقة سوف تذهب للجنة المالية، والإخوان ناقشوها مع جميع الجهات الاختصاص، ومن ثم ملاحظات النواب فيها واضحة، وسوف تعرض في الجلسة القادمة، ومن ثم سوف يكون عليها النقاش، ولا تتخذ الحكومة الإجراءات اللي هي مثل ما تفضلت. إذا كانت تبي تذهب بقرارات فإحنا لنا أدواتنا الرقابية اللي من خلالها تصحيح الوضع، وإذا كان هناك تشريعات فلتأتي في المجلس لعرض هذه وجهات النظر وهذه التشريعات ومن ثم التصويت عليها. الأخ الرئيس شكرا على التوضيح، وأتمنى أن يكون تقرير الإخوان في اللجنة المالية مثبت إن شاء الله في الجلسة القادمة لمناقشته واتخاذ قرار من المجلس. وشكرا الأخ الرئيس. شكرا دكتور يوسف زلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس حقيقة وأنا أستمع إلى النقاش وأستمع أيضا إلى الآراء خارج مجلس الأمة، أتعجب كثير من بعض الأشخاص الذين
لا يتابعون ما يحدث في مجلس الأمة منذ سنوات. كل ما ورد بالوثيقة اضرب الأخ الرئيس في ثلاثة موجود في الخطة التنموية التي أقرها مجلس 2009 بالإجماع، ما عدا ثلاثة بالإجماع بما فيهم نواب موجودين الحين في هذا المجلس، وفيها أكثر مما ورد فيما قدمت الحكومة ثلاثة أضعاف، من خصخصة القطاع النفطي، من خصخصة القطاع الصحي، من خصخصة قطاع التعليم، كل القطاعات في الدولة في هذه الخطة تتكلم عن خصخصتها، وكان هناك موافقة بالإجماع ما عدا ثلاثة الأخ الرئيس، ولذلك منهم الرئيس. ولذلك الأخ الرئيس أقول بأن يا إخوان المعترضين معترض طبعا، ولذلك أقول الأخ الرئيس علينا أن نعرف بأن هناك رؤى تتقدم بها الحكومات عادة لبرلماناتها، البرلمان يأتي ويتحقق. اثنين الأخ الرئيس، مع كل التقدير والاحترام لمن قال بأنه لم نناقش ما قدمت الحكومة، الأخ الرئيس أنا أول من ناقش ما قدمت الحكومة بعشر دقائق وطلبت زيادة، قالوا ما يصير لأن احنا أخذنا بس خمس دقائق وخمس دقائق أخرى، فتم مناقشتها وتم تسجيل ملاحظات، وتقرير اللجنة المالية الآن اللي بين إيدنا الأخ الرئيس يتكلم عن أنه تم، أنا أتكلم عن مال كهرباء وحتى اللي طلعنا عليه مال ما قدمت الحكومة. ولذلك الأخ الرئيس أتمنى من الإخوان أن نضع هذا بالاعتبار، نحن رجال دولة ولسنا أشخاص نعلق ونقرر ونرى، لا، نحن رجال دولة علينا أن ننظر لهذه الأمور بنظرة ثاقبة، نقدم مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وليس ما يقوله زيد أو عمرو. الأمر الثاني الأخ الرئيس، مصلحة الكويت القادمة تتطلب مجموعة إجراءات اقتصادية يجب أن نقوم فيها، قلناها أكثر من مرة ونكررها، ما يتعلق بأي أمر يكون في أثر سلبي على المواطن سنوقفه، لكن كل أمر في تقدم للبلد الاقتصادي والمالي والتجاري سنكون معه. الشيء الأخير الأخ الرئيس، أنا أتعجب من بعض الإخوان اللي بس عنده، ومع كل الاحترام والتقدير لكل الزملاء، وكأنما يرى أن الحكومة أعداء بلد، وكأنما الحكومة جاية بتكسر البلد أو بتأذي المواطن أو كذا. أنا في يوم من الأيام كنت عضو في الحكومة، الحكومة تفكر كما يفكر أعضاء المجلس، لكن قضية تحتاج، ليش الدستور يقول تعاون؟ ليش يقول تعاون؟ تقدم الحكومة رؤى، إحنا نناقشها نقول لا والله هذا يصير، هذا ما يصير، هذا نلغيه، هذا نخليه. وبالتالي الأخ الرئيس خلنا نضع ونجسد مبدأ التعاون بين السلطتين حتى نستطيع أن نقدم ما هو أفضل للكويت، لا أن نتعارك. شكراً شكراً شكراً. الأخ عبد الله التميمي. شكراً أخ الرئيس. أخ الرئيس يعني هل هناك في قصور بالفهم؟ أنا أعتقد البعض يحاول أن يوهم الشارع بأن هذا المجلس بالجلسة الماضية أقر الخصخصة من خلال وثيقة قدمتها الحكومة. كما تفضلت أخ الرئيس، لا يمكن لأي قطاع ولأي منشأة أو مرفق حكومي يتم تخصيصها من دون مشروع قانون يمر على المجلس ويصوت عليه. فأخ الرئيس لذلك هذا اللغط يجب أن يكون هناك أيضا طرف. أنا لم نسمع من الحكومة الآن أسبوعين من الجلسة اللي طافت إلى جلسة اليوم أحد، سواء بالصحف أو بالتلفزيون، مصدر حكومي نزع هذا الفتيل ووضح للشارع ما هي هذه الوثيقة. إحنا ما نلوم الشعب لما يكون عنده توجس وخشية من هذا الأمر، ما نلومه، لأن في أمور فعلا بدأت تظهر على السطح. أعطى الميكروفون. في قلق، ولذلك إحنا أصبحنا إحنا المتحدث باسم الحكومة، يعني إحنا قمنا نصد وإحنا قمنا نفند وإحنا قمنا نشرح وإحنا قمنا نقول. هذا أمر مفروض يعني في جانب حكومي يكون له دور، ولذلك أخي الرئيس يجب أن تحسم هذه المسألة بأن هذه الوثيقة ليست مشروع قانون خصخصة مرفق أو منشأة أو وزارة أو التعليم أو الصحة، لا يمكن بتاتا. إن كانت هذه الوثيقة تتحدث عن قوانين تم إقرارها في خطة التنموية السابقة
أيام الشيخ أحمد الفهد هذا أمر آخر، ولكن في الوقت الحالي لم يمر شيء هذا على المجلس الحالي. ولذلك أخي الرئيس أنا أرى أن هذه الوثيقة كما أن الحكومة لم تتكلم عنها ولم تفسرها ولم تشرح ولم تبادر من نفسها، من المفترض أن تعود إلى اللجنة المالية وتبقى في اللجنة المالية، وأنا أعتقد أن تحفظ في اللجنة المالية أفضل. شكراً أخي الرئيس. شكراً. الأخ حمدان العازمي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. الأخ الرئيس، الأخوة الأعضاء، ما تم اتخاذه من قرار في المجلس أنا أعتقد أنه قرار خطير الأخ الرئيس، ولا يفترض أنه يمر بهالطريقة، لأنه ما أخذه ورحنا كأن التوجه أنا أقول وثيقة الإصلاح الاقتصادي أخطر وتساوي خطر رفع الدعوم عن الكهرباء وعن يعني خطرة فيها خصخصة فيها مخالفة دستورية. احنا ما نتكلم الأخ الرئيس، انت قلت انه تحتاج الى تشريع وما راح يمر، بس في بعضها تحتاج ما تحتاج الى تشريع، قرارات بزيادة البنزين وغيره وغيره، هذه الحكومة كأنها فوضناها انها تتخذ بدون الرجوع للمجلس. انا اتمنى الأخ الرئيس تلاوة القرار نفسه. أعطى الميكروفون. للقط اللي قاعد يصير، أنا أستغرب من الحكومة وأستغرب حتى من الأخوة الأعضاء، 4 أشهر والحكومة تدرس وحتى بالعطل تجتمع، والنواب أيضا باللجنة المالية الإخوان يجتمعون 4 أشهر، الأخ الرئيس يجتمعون آخر شيء بهالطريقة ما يتم مناقشتها 4 أشهر على شنو؟ ماكو مسؤول ما نادوه، ماكو مسؤول ما سمعوا رايه، 4 شهور حتى بالعطل تجتمع وبهالطريقه تمر، يعني مو صحيح. نعم دول الخليج في وثيقه اصلاح اقتصادي، بس بكل شفافيه الحكومات طلعوا واول ما استخدموا الاعلام وتكلموا بالسعوديه بالامارات، تكلموا وطلعوا بالتلفزيونات قبل لا يقرون اي قرار. ما ارجو تختم، تفضل. بعدين يعني فعلا بعض الاخوان جزاه الله خير، احنا نحترم رايه، بس كانه عبر عن راي الحكومه، قاعد يعني نائب يعبر عن راي الحكومه، بعدين يقولون هذه رؤيه. انا اقول بالعكس، فيها مخالفه دستوريه وفيها لغط كبير. الأخ الرئيس، العرض اللي صار قبل شوي ما يخالف، إذا هم أخطأوا بنظركم منهم أخطأوا، إحنا ما نقبل الخطأ. إذا هم أخطأوا ليش إحنا نخطئ؟ ليش إحنا نخطئ؟ هم لهم قرار، مو دفاعا عنهم، هم لهم قرار بالحظر على بعض القطاعات النفطية، في حظر حطوه في قانون إنه لا يجوز خصخصتها. هذا اللي قاعد يصير اليوم، احنا الحكومة بترفع الحظر هذا وبتقلل نسبة الكويتيين. هم إذا أخطأوا احنا ما نخطئ، ما يفترض نعيد الخطأ. الأخ الرئيس، رفع الحظر. شكرا شكرا. جماعة أرد أوضح بس للجميع، لأن يعني في مشكلة إذا الأمور ما تقرأ بسه. هذه وثيقة رؤى، لا يمكن تصير فيها مخالفات دستورية. المخالفة الدستورية تي بالتشريع، أكرر مرة أخرى، لا ينساق أحد وراء من يريد أن يتصيد لمجرد التصيد. الأمر واضح، وثيقة فيها رؤى وأفكار، إحنا مسؤولين. ما يقدم من تشريع أن نناقشه في المجلس نرفضه أو نوافق عليه ونعدل عليه، دورنا هذا في المجلس. ما لا يحتاج إلى تشريع، دور الحكومة أن تتخذ الخطوات التنفيذية، ودور المجلس أن يراقب ويحاسب مرة. أما أن كلمة الوثيقة تمر، ما مرت الوثيقة، ما مرت إلا في أحلام بعض من يريد أن يتصيد على هذا المجلس. الأخ فيصل كندري. بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين. شكرا أخي الرئيس، أولا أشكر أخونا نائب سلطان الغيصم على هذا العرض اللي قدمه.
بالصوت وبالصورة. ترى اليوم احنا نخاطب أخ الرئيس الشعب الكويتي، خلي يعرف حقيقة أمر الخصخصة. اللي كانوا يدعون أنهم حماة المال العام ويدعون أنهم حماة الدستور، هم اللي شرعوا التخصيص، هم اللي شرعوا التخصيص وصوتوا عليه وقدموا اقتراحات بإنشاء مصافي النفط في خطة المائية. بس أوضحك الرئيس، فيها أمرين. لما تقول أنت بنشئ مصافي للنفط في الكويت وداخل الخطة المائية مش شنو في تخصيصها؟ بيع استكشافات النفط الخارجية، بيع مصنع اسطوانات الغاز، بيع مصنع البتروكيماويات، بيع مصافي النفط، بيع شناطر بعد. اللي يتكلمون عنه استخراج النفط، هذا اللي خالف الدستور، هذا ما حقدر يخصخصه. انتاج النفط من بطن الارض ما حقدر يخصخصه، هذا ثروه طبيعيه وبالدستور منصوص عليه. فالان ننحرف في الكلام اخ الرئيس ونبرر للي يدعون، اللي اختلفوا على 37 مليار في الخطه المائيه، ترى كيكه واختلفوا عليها، هذا اللي حصل. خلكم واضحين قدام الشعب الكويتي. إذا بنتكلم الآن في عن تخصيص صحة والتعليم، الوثيقة يا أخوان ما فيها تخصيص صحة والتعليم، إدارة، إدارة للصحة وإدارات للتعليم، وهذا رأيكم يا أخو الزملاء بالأخير. شكرا أخ فيصل. الدكتور عبد الرحمن الجيران، ها دقيقة أخ فيصل. أخ الرئيس، الأمر واضح، جميع الأخوة، الوثيقة في اللجنة المالية فيها توصيات الأخوة النواب، راح ترجع. الأخ رئيس مجلس الأمة صرح في هذا الأمر، راح ترجع مجلس الأمة. الأخ معالي وزير المالية صرح، الأخ رئيس لجنة المالية صرح، الأخ مقرر اللجنة صرح، راح ترجع عندكم هني وناقشوها، وإذا عندكم توصيات حطوا فيها. لكن تأكدوا يا أخ رئيس، ما موجود في الوثيقة كل شيء بتشريع والدستور، مادة 152 كل التزام باستثمار مورد موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود. ملتزمين بالدستور، ما خرجنا عن الدستور ولا عن اللائحة. نطلب من الإخوان بس شوية تريث، راح إن شاء الله الوثيقة تنقل لكم وتناقشونها. وشكرا أخ الرئيس. شكرا الأخ الدكتور عبد الرحمن الجيران. شكرا سيد الرئيس. يعني هذه فلاشات سريعة سيد الرئيس، أرجو أن ننتبه لها. الوثيقة شوية، الوثيقة تنظر إلى المستهدفات ولا تنظر إلى الطريق الموصل لهذه المستهدفات بصورة صحيحة. الأمر الثاني سيد الرئيس، الكلام عن الإصلاح الاقتصادي ودولة الرفاه والاستغلال الأمثل للموارد، ترى هذا الكلام انقال وعلى أوسع مدى في أفريقيا وفي بلاد الهند جنوب شرق آسيا وما حصلوا شيء. الآن الدول لا زالت ترزح تحت يعني الفقر. صحيح الكلام عن الخصخصة كلام قديم والآن قاعد يعاد، بس هناك تحولات عالمية شديدة تشهدها المنطقة، هناك توجه. التخوف الأكبر سيد الرئيس أن يكون هذا توجه وضغط على الحكومة أنها تمشي في هذا الاتجاه، وعدة معطيات تؤيد هذا الشيء سيد الرئيس: تقرير توني بلير، تصنيف موديز، تعليمات البنك الدولي، هذه تداعيات الربيع. عطى الميكروفون. أنا أرى أن هذه من تداعيات الربيع العربي، وطبعاً دول المنطقة كلها سائرة في هذا الاتجاه. حتى لا نأمل المواطن بشيء هو بعيد عن الواقع، خلينا نتكلم بواقع. بالأمس القريب استمعنا عن تخصيص شركة أرامكو جزء منها للاكتتاب. أنا أتصور مرة أخرى سيد الرئيس وأختم في هذا، هذا توجه دولي، هذه تداعيات الربيع العربي، شئنا أم أبينا. ليس معنى هذا أن احنا نمرر الوثيقة على عواهنها، بل هناك سيكون تفصيل أكثر ورد أكثر على ما جاء في محاور الوثيقة. شكرا سيد الرئيس.
جماعة اللي تكلموا ما راح أرد أبو عبد العزيز، ما 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 يصير في ناس ما تكلموا أبو محمد، ما يصير أرجوك خل مو نقاش عام، كلهم نقط كلهم نقط نظام. الأخ علي الخميس تستاهل يا دكتور. الجلسة الجاية بنفتح النقاش كل من يقول رأيه. وقت يا أخ رئيس. شكرا أخ رئيس، بس الوقت. تفضل. شكرا أخ رئيس. أنا أستغرب يعني من نقاش النواب على هذه الوثيقة، وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وأستغرب أيضا إيهام بعض الوجوه في الشارع أن هذه الوثيقة هي عبارة عن قانون. ما هي قانون، حتى مناقشتها ما هي ملزمة لنا. ناقشنا يبنى الوثيقة اليوم وخمسين نائب ناقشوا هذه الوثيقة، هل معناته هذه الوثيقة قانون خصخصة البلد؟ كل مرافق البلد راحت بمجرد مناقشة هذه الوثيقة؟ ما هي ملزمة، تم مناقشتها وحطينا ملاحظاتنا أم لم يتم مناقشتنا وما حطينا ملاحظاتنا؟ وين الإلزام علينا؟ إحنا دولة قانون ودولة دستور، وإحنا كنواب المفروض نعي هذا القانون، ونعلم بأن هذه الوثيقة إن تم مناقشتها وإذا ما تم مناقشتها ما هي ملزمة لنا إلا بعد ترجمتها كقانون ويتم تصويت عليها. حط الميكروفون. أرجو يا جماعة خلنا نختصر الآن. أنا بختصر بس أنا ببين أخ رئيس، أنا ببين للشارع في من يقول إن هذه الوثيقة مرت علينا، في من يقول إن إحنا استغفلنا بهذه الوثيقة، في من يقول إن المجلس اتفق مع الحكومة على بيع البلد. إحنا ما إحنا في عرض دفاع عن الحكومة، إحنا في عرض دفاع عن الحق. هذه الوثيقة غير ملزمة إلا لما تترجم كقانون، وإذا ترجمت كقانون تجي هني المجلس ويتم التصويت عليها، وفي هذا الوقت يتم محاسبتنا إذا وقفنا مع الحق ولا وقفنا ضد الشعب. شكرا أخي الرئيس. شكرا دكتور عودة. العودة أخيرا ما شاء الله، معني أول واحد رافع إيدي أخي الرئيس. شكرا. مو أنا اللي سجل، أمين السر. الله أمين السر، ما نشك في نزاهته. أخي الرئيس شكرا أخي الرئيس. في المضبطة أنا ذكرت في السابق في الجلسة اللي فاتت أن قضية النقاش من عدمها على قضية الوثيقة الإصلاحية الاقتصادية وأيضا على التقارير، فتصحيح لما ذكرت أيضا أخ الرئيس، حنا صوتنا أولا على رفض التقرير، وبعدين صوتنا على التعديل، وبعدين صوتنا على التقرير بعد التعديل، بس للتوضيح علشان ما نخلط أن صوتنا الوثيقة مع التعديلات الخاصة باستثناء السكن الخاص. أخ الرئيس بس حتى لا يفهم كلامك خطأ أبو محمد، التصويتات اللي قاعد تتكلم عنها هذه التصويتات في قانون الكهرباء. بالكهرباء نعم. أي. أخ الرئيس الملاحظات اللي نتكلم فيها، إحنا طلبنا وأيضاً هذا موجود في المضبطة وأنا متكلم فيه في الكلمة اللي ذكرتها بأن جميع الملاحظات تذهب إلى اللجنة المالية. عطى الميكروفون. جميع الملاحظات تذهب للجنة المالية، وبالتالي ترجع من اللجنة المالية إلى المجلس. وأنا أتفق مع الأخوان اللي ذكروا، وخاصة اللي ذكر الأخ علي الخميس، قضية أن الوثيقة بالنسبة لنا ليست بقانون، إن إذا كان تحتاج إلى تشريعات إحنا أيضاً نعدل بهذه التشريعات. لكن أنا عندي عتب على النواب، احنا نسمع ملاحظات، لكن لما اسال اللجنه الماليه يقولون ما حد يجي يتقدم لنا عندنا ملاحظات. فبالتالي الملاحظات القصد منها ان لما توصل التشريعات لهذه القاعه يجب ان تكون مشبعه بالاقتراحات وايضا بالملاحظات. فاخوان بس اللي عنده ملاحظات، هذا يعني امر انتم مفروض مسؤولين عنه، بان تذهبون الى اللجنه الماليه تقدمون اقتراحاتكم بشكل مكتوب بشكل واضح. أما أن نوصل للقاعة لما نناقش نقول عندنا ملاحظات وإحنا ما قدمنا شيء وعندنا فرصة. لذلك في الجلسات القادمة اللي راح نناقش فيها الوثيقة الاقتصادية أتمنى أن تكون الملاحظات موجودة مسبقاً عند اللجنة المالية. شكراً أخ الرئيس. دكتور طول بالك مقرر آخر شيء بخليك. دكتور عبد الله طريجي. شكراً أخ الرئيس. الأخ الرئيس طبعاً استمعت إلى كلام الأخوة النواب، والموضوع موضوع الوثيقة، وأيضا بعض ما قدمه الأخ سلطان القيسم، هي في النهاية مو وثيقة، هي معركة انتخابات قادمة، هي معركة انتخابات قد بدأت من الآن. لذلك نلخص هذا الكلام أن الآن
المعركة بدأت، ويجب أن نكون واضحين، ويجب أن نكون عندنا ثقة في أنفسنا أن نحن في هذا المجلس قاعدين نعمل وفق ضميرنا وفق المصلحة العامة. أنا بلخص كلامي، إذا كنا نحن نوافق على خصخصة القطاعات فكيف نتعامل في مجلس الأمة ممثلاً في لجنة حماية الأموال العامة بعملية توصية بإيقاف بيع مرافق الدولة والشركات، وصوت المجلس حتى يقدم ديوان المحاسبة تقرير. أعطى الميكروفون. لذلك أمس وفي لجنة حماية الأموال العامة صوتنا على إحالة بيع شركة المنتجات الزراعية وشركة تعليم قيادة السيارات، وهذه رسالة واضحة أن هذا المجلس قد فتح ملفات كثيرة، وخاصة في لجنة حماية الأموال العامة هناك ما يقارب 12 تقرير كانت هذه التقارير مدفونة في لجنة حماية الأموال العامة لسنوات طويلة وعليها ملاحظات. وفي الشهر القادم بإذن الله، أمس كان هناك اجتماع للجنة حماية الأموال العامة، وقد اعتذر الأخ وزير المالية عن الحضور لظروف خاصة في اجتماعه في مجلس الوزراء، وأيضاً العضو المنتدب ورئيس اللجنة رئيس الشركة الكويتية. خلاص دقيقة، أرجو تختم دكتور عبد الله. لذلك راح نوضح في الشهر القادم شلون في المجالس السابقة كان تباع الشركات وتباع على نواب داخل مجلس الأمة، وكيف البعض يستفيد في داخل مجلس الأمة من عقد وشراء صفقات مربحة. لذلك بإذن الله إن شاء الله عندما يأتي وزير المالية في الاجتماع القادم ونستمع إليه سنرفع تقريراً وسبين مدى الفساد اللي موجود في بعض المجالس السابقة، المجالس التشريعية. شكرا أخ الرئيس. شكرا الأخ مبارك الأخرينج. تفضل أخ نائب الرئيس. بسم الله الرحيم. شكرا أخ الرئيس. أخ الرئيس، لقد أنت وضحت وشرحت وتكلمت حقيقة عن بعض الأمور، جزاك الله خير، ولكن نحب نؤكد أن كل ما يتعلق وما يتعارض مع الدستور الكويتي أو فيه مضرة المواطنين بلا شك المجلس لن يوافق عليه، هذا جانب. وخصوصا بعض القوانين اللي تحتاج من الحكومة أن تعرضها على مجلسكم موقر، فالمجلس هو سيد قراره. أنا هذا باختصار أخ الرئيس، ولكن نقطة أخ الرئيس لفت انتباهي كلمة قال الأخ عبد الله طريقي الآن، يعني مو معقولة أن أعضاء مجلس الأمة في هذا المجلس قاعد يستفيد من بعض القوانين هذه. يا ريت يا أخ عبد الله أنك تشرح الأمور، لا يقبل الرئيس ولا جميع أعضاء المجلس في هذا المجلس فيها قوانين يستفيد منها قال سابقة المجلس. سابق سابق مجال السابقة قال سابقة سابقة أعطى الميكروفون أخ الرئيس سابقة قال آسف. شكرا أخ الرئيس. شكرا شكرا الأخ سيد عدنان عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ الرئيس. الحقيقة الأخ الرئيس الكل يتفق على أن الوثيقة ليست قوانين ولا تحتاج إلى موافقة وإقرار، ولكن الوثيقة الأخ الرئيس أيضا فيها توجه عام، سياسة عامة قد باكر الحكومة تأخذها كمبرر أنتوا والله وافقتوا على التوجه العام، وبالتالي قضية أن إحنا نقر هذه الوثيقة والخوف أن نتهم بأن إحنا أقرينا هذه الوثيقة وتكون ذريعة لتوجه حكومي مستقبلي. فعلاً إيه ليست قانون ولكن وثيقة توضح خارطة الطريق. أنت الأخ الرئيس ونشكرك على أن حسمت الموضوع، خلاص كان هناك جدل بأن والله لن تناقش في المجلس، الآن ما دام في قرار بأنها ستعود من اللجنة المالية إلى المجلس وتناقش ويأخذون ويحطون الأعضاء ملاحظاتهم حسم الموضوع الأخ. أعطى الميكروفون. وهذا الشيء اللي كان مثار جدل، وبعدين لما أتي الوثيقة كل واحد يدلي برأيه. الأخ الرئيس أيضا بالنسبة لقانون الخصخصة، أنا عشان أبرئ ساحة
ساحتي في الموافقة على قانون الخصخصة. القانون اللي أنا وافقت عليه، لا أعلم بالمطالبات الأخرى، كان وضع ضوابط للتخصيص، وضع ضوابط للتخصيص وشروط قاسية من ضمنها السهم الذهبي. احنا كانت الحكومة ناوية تخصخص قطاعات، وقلنا يجب على الحكومة أن توقف التخصيص إلى حين صدور هذا القانون اللي أنا وافقت عليه بضوابط، إن وضع ضوابط للخصخصة من خلالها حتى القوانين اللاحقة اللي الحكومة بموجبها تبي تخصخص يجب أن تكون ضمن هذه الضوابط العامة في القانون اللي وافقت عليه. شكراً الأخ الرئيس. شكراً سيد، أنا أيضاً موافق معك على هذا القانون. المشكلة مش في الموافقة، المشكلة مش في اللي منسجم مع مواقفه ومبادئ، المشكلة في من هو متناقض معها. في السابق وافق واليوم تصير بيع بلد. الأخ الدكتور أحمد مطيع تفضل. شكرا أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا عرفناك جزاك الله خير أخ الرئيس بأنك من ضمن الرافضين لقانون الخصخصة في مجلس 2009. مو صحيح هذا اللي ذكر الأخ، تبي عفوا ضيع وقتك على الشرح، اشرح لك. آسف طال عمرك. بخصوص قانون التنمية مثل ما تفضل الأخ من ضمن الرافضين، لأن هذه يترتب عليها خصخصة بعض القطاعات. لا مو السبب، مو صحيح أيضا. خلك من أنا قاعد أسمع من الزميل وأنت ما علقت عليه، معناه تقرار منك أن الكلام صحيح. لا كلامه صحيح بأني رفضت تصويت على خطة التنمية. نعم. المقدمة في ذلك الوقت لأسباب شرحها قدم في استجواب كامل، فما راح أضيع نقطة نظامك على أشرح لك عن الأشرار. عدت الوقت لو سمحت. عطى دقيقة. طيب. طبعاً هو تتعلق كلها في التصويت اللي الآن خارج المجلس قاعدين يلبسون على الناس ويهمون الناس إن هذه الوثيقة المنظور للإصلاح الاقتصادي إحنا وافقنا عليها، وقاعد نحمل المجلس يتحمل مسؤوليته في إقرار مستقبلاً جميع الرسوم على الأمور التي لا تجوز تخصيصها إلا بقانون كمرفق يستفيد من المواطنين. إحنا نعرف الآن الجدل الكثير اللي قاعد يثار من ناحية هذه الوثيقة. إحنا أخ الرئيس نثق كذلك بإخواننا باللجنة المالية. الآن الأمور وضحت أمام الشعب الكويتي أن هذه المنظور لم يتم التصويت عليها، وبانتظار أخذ تقرير الأخوان في اللجنة المالية حتى تتضح الصورة. وأما ما يتعلق في ما تم عرضه من ناحية أن هناك في المجال السابقة قدمت كمشاريع قوانين من زملاء بتخصيص، أعطى دقيقة أرجو بستخدم دكتور، باقتراحات من مجال السابقة بتخصيص بعض المرافق، هذا حتى وإن كان توجه من مجال السابقة لكن لم يتم الموافقة عليها. إحنا الآن في صدد، الآن أخواني كلهم حريصين على أن لا يكون هناك تخصيص أي مرفق إلا بقانون ويكون فيه التصويت والحكم مستقبل للشعب حتى يعرف من يكون معه ويكون ضده. شكرا أخ الرئيس. شكرا دكتور أحمد مطين. الكلمة الأخ مبارك الحريص، أرجو أخوان الاختصار مسجل، لأن النقاش باستفاضة وبوقت كامل سيكون متاح أمامكم في الجلسة القادمة. تفضل الأخ مبارك الحريص. شايفك بو هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس يعني أنا ما أبي أكرر الكلام بأن الوثيقة الاقتصادية ما هي مقترح قانون ولا هي مشروع قانون، لكن ما تم في شأنها بإعادتها اللجنة المالية هذا رايح يؤخذ في الملاحظات. الأخ وزير التربية ما يصير معه. الأخ الرئيس الوقت. لا ما في مشكلة في معضلة يعني. يا ما أرجوك عدم توقيع معاملات، ترى نفس النواب اللي قاعد يوقعون عندك معاملات يجون يقولون لي ترى شوف الوزير قاعد يوقع معاملات، فأرجو أن توقف هذه العادة. الوقت الأخ الرئيس لو سمحت. تفضل الأخ عيد للوقت. الأخ الرئيس يعني إحنا أخ الرئيس الأخ الرئيس لو سمحت. تفضل خمار. الوقت راح نصه. الأخ الرئيس إحنا ما نبي ندخل في جدل هل هي قانون أو هي رؤية اقتصادية، هذا واضح للكافة. لكن الأخ الرئيس يعني اليوم إحنا في هذا المجلس
تقريبا 97 تشريع ما صدر فيهم تشريع واحد يخالف الدستور واللوائح والقوانين المعمول فيها. فاعتقد ان ما يحدث من ضجه في الشارع الاخ الرئيس ما هذا امر يعني احنا ما يكون ضغط علينا حتى نقعد كأننا شاكين بانفسنا. ما يخالف الدستور لن يصدر من هذا المجلس، وهذا بشهاده القوانين الصادره الاخ الرئيس. اليوم شنو اللي ينقال برا انه والله راح تمشي الخصخصه، الخصخصه فيها محاذير دستوريه كثيره، اي محذور دستوري مسؤوليتنا توضيحه امام الناس وامام الامه. فاعتقد الاخ الرئيس يعني يفترض انه ما يكون جدل في الشارع ان هذا المجلس راح يمر الخصخصه، اي امر أطلع الميكروفون. اي امر فيه تجاوز دستوري ما راح يتم في هذا المجلس، وهذا اليوم احنا لنا 3 سنين مو قانون ولا قانون طلعنا الاخ الرئيس، واستغرب من هذا الامر. لكن ما يتم الضغط علينا على اعتبار ان احنا كأننا مرتبكين وكأن هذا المجلس، والاخ اللي عرض اخوي سلطان الفيديوهات اليوم هذه حقيقه معروفه احنا عارفينها وشايفينها وراصدينها من ذاك الوقت، لكن توضيحها شيء مهم ايضا. الاخ الرئيس اعتقد اليوم احنا بعد وصول الوثيقه من اللجنه الماليه يكون الملاحظات عليها دقيقه، ما يحتاج فيها الى تشريع قانون، مشروع قانون راح يعرض على هذا المجلس، ما في اي ضرر من عرض المشاريع القوانين، وكل واحد بوقته راح يمارس صلاحيته حسب مسؤوليته. ما كان يعتقد في الخصخصه راح يوافق، ومن لم يعتقد فيها لن يوافق الاخ الرئيس. فهذا الامر اخ الرئيس يفترض ان يكون واضح ولا يكون مزايده فيه على هذا الجانب. شكرا الاخ الرئيس. يا جماعه ارجو الاختصار، الموضوع واضح، الاراء تذكر في الجلسه القادمه، شرحنا الموضوع، فارجو ان يكون في اختصار. تفضل الاخ الدكتور محمد الحويله، بنتقل للبند التالي. شكرا الاخ الرئيس. حبيت بس اضيف امر جدا هام، ان الامر لائحي، عمليه ان تم احالتها للجنه الماليه، من الواجب ان ترجع للمجلس حتى يتم التصويت عليها. فالاخ ابو حسين اللي هو سيد عبد الصمد قال ان المجلس اخذ قرار، هذا امر لائحي يعني ما في اجتهاد في هذا الجانب، يفترض ان يتم احالتها مره ثانيه للمجلس حتى يتم التصويت عليها. هذا امر ما يخص اللي هو عمليه اللي هو الالتزام بمواد الدستور، هذا امر كذلك شددت عليه لجنه الميزانيات بوجود الاخ الرئيس واعضاء اللجنه عندما تم مناقشه الامور المشاريع الخاصه في الهيئه، هيئه الشراكه بين القطاعين العام والخاص، اكدوا على اهميه ان يلتزم بمواد الدستور، ان لا يتم تخصيص اي مرفق حكومي الا عبر قانون. شكرا، اطل الوقت. يتم الالتزام كذلك بالجدول الزمني او الفتره الزمنيه، فهذا امر جدا هام وتم التاكيد عليه لجميع الجهات الحكوميه ان تلتزم بمواد الدستور ولا تخصص اي مرفق حكومي الا بقانون. كذلك ما يخص الوثيقة، يعني الكلام يعني أستغرب أنه يظهر من ناس يعني كانوا يعني أعضاء أو غيره أو مهتمين أو ناشطين في هذا المجال، فيفترض أنه يتحرون الدقة في عملية التصريح حتى لا يثار أمر لا يستند إلى أي قاعدة قانونية أو حتى حقيقة. الوثيقة غير ملزمة للمجلس وكذلك غير ملزمة للحكومة إذا تم تمريرها عبر المجلس. شكرا الأخ الرئيس. شكرا الأخ عبد الله المعيوف. الأخ الرئيس أنا ما أعتقد أن اليوم أكو واحد بالكويت مو فاهم أن القضية ما هي قضية خصخصة شركات ولا خصخصة القطاع العام، واضح ان احنا لا صوتنا، وايضا الوثيقه اللي جايه من الحكومه ما فيها خصخصه، وما عرف الناس كلها والشارع عرف بان الخصخصه محتاجه الى قانون، فبالتالي اليوم ما قاعد يحدث لازم نفهمه. الاخوان اللي برا يبردون الانتخابات عقب ما كانوا مقاطعين، عقب ما كانوا يعترضون على صوت الواحد وان هذا مجلس بصوت، اليوم يبون شيء، يبون اليه، يبون قضيه. لاحظوا في قضيه الكهرباء احنا مصوتين مع المواطن، افتحوا موضوع ثاني عكس كأن احنا في جيب الحكومة وان المجلس بيصوت ضد المواطن، ولما انكشفوا وتفاجأوا بتصويت المجلس والحكومة بصالح المواطن اليوم يو هي القضية يا اخوان، قضية ناس يبون عطى الميكروفون اخوان يبون لهم مادة
الدخول في الانتخابات القادمة، إن هذا المجلس قاعد يبيع الوطن، هذا المجلس قاعد يبيع الشركة المرافق الحكومية الناجحة والشركات الناجحة. تبون مدخل دوروا لكم مدخل، بس لا تشذبون على العالم، لا تزورون، لا تظللون الشارع. بعضكم صرح مثل محمد هايف قال اشكره احنا بنشارك، قولوا بنشارك، حملني وربع حملني، تبي تشاركون تعالوا دشوا، ما فيها ما فيها شيء. لكن تقعد تعذرب وتدور لك اعذار وتكذب وتلف وتدور علشان تدور لك عذر تبي تنزل انتخابات على صوت الواحد. انا اعتقد يا اخ الرئيس اللي صرحوا وطلعوا كلهم كبار، يعني عندهم من الخبره، يعرفون الكلام اللي قاعد ينقال والوثيقه شنو تحتوي، ما هم صغار. ارجو تختم عبد الله، اعطى الميكروفون. انا اللي بختم فيه ان احمد السعدون غير احمد السعدون، انت معتق بالمجلس، ما قريت الوثيقه ان ما فيها، وانك تعرف تماما ان هذه الوثيقه ما هي بيع شركات ولا هي تخصيص شركات، عارف، بس تبون تبهدون للانتخابات القادمة وتبولكم أعذار. راح نلاقي ويا أخوان لا تستغربون، وأنا أقول حق الشعب الكويتي راح تطلع مواضيع ومواضيع فقط لدغدغة مشاعر الناس، إن والله هذا المجلس قاعد يبيع البلد، يبقى إحنا بننزل علشان نصلح الوضع السيء. وأمس بحولين شركتين للنيابة لأن مبيوعين، إحنا قاعدين نتابع ونعرف. فلذلك يا أخوان الموضوع ما ينطلي على الشعب الكويتي، ترى الشعب الكويتي لباح وذكي وعارف اللي قاعد يصير، القضية كلها قضية انتخابية. تم شكرا الأخ آسف حمود الحمدان آخر المتعاون. أبو عبد العزيز بينت وجهة نظرك، أرجوك بينه. ما أعطيك أكثر من واحد. موافقين. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف في الفترة الأخيرة كل بدأ يبدي راية أو يعطي انطباعاته أو يهرف بما لا يعرف، وللأسف أنهم يحملون أو يحوون شهادات أو يدعون بأنهم يحمون شهادات وهم لا يعرفون بالاقتصاد أو مزاياه، أو لم يعني يستشيروا من هو يعلم في مثل هذه الأمور. يعني من الأمور المخجلة أن إنسان يتكلم ويقول بأن من المعلوم بأن الشركات الخسرانة تباع. من هو اقتصادي يفهم بالاقتصاد يعرف بأن الشركة الخسرانة يقبل عليها الناس للشراء أو حتى بالمساهمة؟ كل اقتصادي يفهم بالاقتصاد بأن الشركات الرابحة دائما تعمل لها ميزانيات ويعمل لها دراسة. أعطى الميكروفون. دراسة بالتحويل ثم بعد ذلك يعني تدرج في صفقات شراء أو بيع. هذا الكلام اللي يقال خسران، هذا يعني مثلا إنسان يبيع له بقالة مطعم هندي، يبيع له شغلات أوتي يشوف والله ما في دخل، يروح يبيع لأنه خسران، بدال ما يدفع له جار يبيع لها شغلة. أما موضوع يقول على شركات عالمية تنباع بأنها والله لأنها خسرانة، الخسران ما حد يقبل عليه بالشراء، الإقبال بالشراء دائما على التي لها نتائج إيجابية. فلذلك كل هالأمور هذه أو الهرقطات التي تحصل كلها استباق لموضوع الانتخابات، ونرجو دائما بالمصداقية، لأن يعني لو كان هذا الكلام قريب الانتخابات بشهر وشهرين ممكن، لكن الآن باقي سنة، فالكلام اللي تقول الآن بعض الأخوة قالوا كلام وطلعوا الآن وثائق تدينهم وتدين كل انطباعاتهم وكل أطروحاتهم. وشكرا. شكرا. تفضل. بس محمد طول بالك. الأخ ماجد موسى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخ رئيس، احنا في الفترة الأخيرة أعتقد أن الثلاث سنوات اللي طافت من عمر هذا المجلس ما احنا ملتفتين حق من يشوه صورة هذا المجلس.
ولا كان لنا نية أصلاً نرد عليهم، لأن إحنا ماشيين في الإنجازات ولله الحمد والكل، وهذا يا أخي الرئيس دليل نجاح الإنجاز. فهذا المجلس أنجز إنجازات عجز عنها الكثير من المجالس السابقة، ولكن أخي الرئيس من المؤسف أن اليوم أنت أي كان، سواء أعضاء سابقين أو مرشحين بينزل الانتخابات، انزل يعني كل شيء مفتوح أمامك، لكن أنت لا تحاول أنك تشوه صورة زملائك في مجلس الأمة. أعطى الميكروفون. لا مو خصوم، نبقى زملاء ونبقى أهل ونبقى جماعة. فما نقبل أخ الرئيس تشويه سمعة هذا المجلس. إحنا جميع ما يوجد في هذه الوثيقة يضر الشعب الكويتي لا يمكن نوافق عليه، ونقولها الآن بالفم المليان، ما راح نوافق في أي قرار يضر الشعب الكويتي أخ الرئيس. ولكن أخ الرئيس لا يقدرون يزايدون علينا. أنتم أكثر من 12 سنة نواب مجلس أمة، وين مواقفكم عن الشعب الكويتي؟ خصخصتم محطات الوقود، خصخصتم النفط، قدمتم خصخصة جميع خدمات الدولة بقوانين قدمتوها، لكن أخي الرئيس السرج المرصع لا يجعل الحمار حصانا. فأنا بوصلها للإخوان، على الأخ عبد الرحمن العنجري لا يطلع لي كل يوم تغريدة يسبها المجلس. جماعة تفضل الأخ فيس. أخ الرئيس مو معقول قضية تثار برا ويشغل من يعني من وقت مجلس الأمة ساعة ونص في بند التصديق على المضابط بهذه الطريقة. أخ الرئيس الحديث عن الخصخصة كأن الخصخصة يعني مصيبة كبيرة وهلع. في تنظيم في قانون الخصخصة وضوابط للخصخصة، وكل الدول التي كانت تعاني من مشكلات اقتصادية انتقلت إلى الخصخصة أصبحت متقدمة اقتصادياً، وأبرز مثال على ذلك هي الجمهورية التركية التي اعتمدت على الخصخصة. والخصخصة عموماً هي نظرية فنية اقتصادية، مو معقول نتحدث فيها بهذه الطريقة. أعتقد أن المشكلة أثيرت بسبب عدم وضوح معالي وزير المالية الأخ أنس الصالح. أنس الصالح تحدث عن تخصيص التعليم والصحة، وأعتقد أن التعبير قد خانه، لم يقصد أنه يخصص التربية والتعليم، بل إشراك القطاع الخاص في عملية إدارة الصحة. أعطى الميكروفون. لذلك حرام هذا الوقت الذي نشغل به. كنت أتمنى من الحكومة أن ينبري وزيرها ويوضح هذه النقاط ويحسم الخلاف. الأخ الرئيس الكلمتين اللي تفضلت بالحديث عنهم في البداية حسمت الجدل خلاص، يعني الشعب إذا كان مو فاهم أعتقد الكلمتين اللي تفضلت فيهم يعني فاهم، يعني فهمت الشعب. لكن الآن الحديث بهذه الطريقة يعطي رسالة بأن أي خدش بسيط من الذين يعني يتربصون بنا والذين يعني عيونهم على الكراسي الخضر في الانتخابات القادمة، يا ما راح تشوفون، يا ما راح يترصدون لكم، وكلما اقترب موعد الانتخابات كلما يترصدون. وأنا أقول لهؤلاء رسالة، إذا كنتم كاذبين فكونوا من الذاكرين، تذكروا كذباتكم. مو معقول قانون توافقون عليه، قانون الخصخصة، وتقاتلون من أجله، وحتى قانون مصافي النفط، وبعد ذلك تتبرون منه. شكرا. جماعة ما يمس اللي تكلم مرة خلاص، يا جماعة ما 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 نقدر الموضوع. أرجوكم أبو عبد الله، دكتور أبو مهدي، أبو عبد العزيز، حتى لو اللجنة بينت رايها، أرجوك الأسبوع القادم الكل عنده الفرصة الكافية والكاملة لإبداء رأيه في هذا الموضوع. تفضل البند التالي. وزير، الوزير عفوا تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. شكرا لأخ الرئيس، والشكر موصول لكافة الأخوة الأفاضل في هذا المجلس اللي
أثاروا ملاحظاتهم على وثيقة المسار الإجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي التي عرضت على اللجنة المالية بطلب منهم، مشكورين، وكذلك نوقشت أطراف منها في خلال الجلسة الماضية، ولا نجزع كحكومة بأن تناقش مرة أخرى ونستمع إلى ملاحظات الأخوة النواب حول هذه الوثيقة. أخ الرئيس، على عجالة، أنا أعلم تماماً بأن هناك جلسة، يعني هناك وقت خاص سيخصص لمناقشة هذه الوثيقة، وسنستمع بكل أنصات لملاحظات إخواني النواب الأفاضل. لكن بداية يعني يسرني أن أتقدم حقيقة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على بالتهاني على الرؤية اللي قدموها يوم أمس، ويشرفني ويسعدني شخصيا وزملائي أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية وكذلك مجلس الوزراء الموقر على تماثل الكبير بين الورقتين، مع آخذين بالاعتبار بأنها رؤية السعودية هي رؤية ل35 وتتماشى أكثر مع الخطة التنمية المقررة، لكن الوثيقة الواردة والمنظورة أمامنا وهي محل الحديث هي وثيقة متوسطة الأمد. أخ الرئيس، يعني استغربت حقيقة ما قيل وبدهشة ما قيل أن هذه الوثيقة تطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات، ولا يقول هذا الكلام إلا من لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة. أخ الرئيس، هذه الوثيقة صدرت من مجلس الوزراء بقرار رقم 333 وفي جلسة 14/3 والماضي، وهذه الوثيقة هي خطة عمل، برنامج تنفيذي يقتبس محاورة من خطة التنمية، فهي إن صح التعبير خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها مجلسكم الموقر. الأخ الرئيس، تكلم البعض من خارج هذا المجلس بأن هناك توجه وأطلق المجلس يد الحكومة بإجراءات التخصيص. يد الحكومة وفق القانون القائم 37/2010 الخاص بالتخصيص في مادة الرابعة حظر على تخصيص بعض القطاعات، وسمح وأطلق يد الحكومة في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة، وبالتالي هيئة الجهاز الأعلى للتخصيص يعمل وفق المسموح بهذا القانون بمسح كل القطاعات الواردة والمقبول تخصيصها، واللي قانون 37/2010 نظم هذا الإجراء بلوائح تنفيذية وأعطى أكبر مرونة ليتم تعظيم مدخرات المواطنين من خلال تخصيص 40% من كل مرفق أو من كل نشاط يخصص يتحول إلى شركة مساهمة 40% منها للأخوة المواطنين باكتتابات عامة. الأخ الرئيس، البعض صور بأن برامج التخصيص أو عندما ذكرت الوثيقة أن هناك إجراءات تخصيص فهي تنتقل من يد الحكومة ليد مالك آخر، وهذا لم يرد في أي موقع من مواقع الوثيقة، إنما ما تكلمت عنه الوثيقة سواء في برنامج شراكة وفق القانون الصادر عن هذا المجلس أو سواء خلال قانون التخصيص الصادر عام 2010، كلهم يتكلمون عن تخصيص من خلال شركات مساهمة يساهم فيها المواطنين ويكونون شركاء في هذه المشاريع. تكلمت أخ الرئيس في تصريح صحفي من يومين للتوضيح للأخوة المواطنون وإخواني النواب عن عندما ذكر هناك فكر لتخصيص مرافق التعليم ومرفق الصحة، وفي الوثيقة تكلمنا بأن هناك بعض الإجراءات التي ترى الحكومة من وجهة نظرها أن يتطلب تعديل تشريعي على قانون 37/2010، وهذا مذكور بالوثيقة وليس غير صحيح، إنما هذا الإجراء يتطلب أن تأتي الحكومة للمجلس الموقر وتعرض ما لديها وللمجلس أن يقبل أو يرفض، وتتعامل الحكومة مع هذا القبول أو الرفض. لكن عندما ذكرنا التعليم
والصحة أرجع للصفحة 13 في الوثيقة، شفافية رقم 13 في الوثيقة، تقول البند 4 نهايته تخصيص إدارة المدارس والمستشفيات الحكومية. البعض ذهب وقال لا بس أنت بالإجراءات مو حاط بالإجراءات، ما نتكلم عن تفاصيل النتيجة بالإجراءات، نتكلم عن التعديل التشريع بشكل عام، إنما فيما يتعلق في المدارس النظام الدراسي والصحي فنحن نتكلم عن تخصيص الإدارة وليس نقل الملكية، وهذا مذكور جلي في المستندات المعروضة أمامكم أو في تقرير لجنة المالية في المجلس الأمة الموقر. أخ الرئيس، كذلك عندما ذكرنا في برامج التخصيص عن في صفحة 12 أكدنا بأن لا تخصيص إلا من خلال برنامجين، إما برنامج الشراكة أو قانون التخصيص، ولا يمكن لقانون التخصيص أن يفعل من غير تفعيل جهاز المنافسة اللي قائمين عليه الإخوان الآن في إجراءاته. أخ الرئيس، إذا أنتقل إلى مرفقات الوثيقة التي معروضة أمامكم كذلك في الصفحة الأخيرة من برامج التنفيذية، وهي صفحة رقم 58، والمحور هو محور برنامج الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات، ومدته الزمنية برنامج متوسط الأجل 18-19-20-21. قلنا هناك عدة تشريعات الحكومة ذاكرتها في الوثيقة في البرنامج التنفيذي مال الوثيقة. الأخ وزير بس أرجوك تفاصيل الجلسة الجاية. ما خالف رئيس، بس عشان أوضح، لأن هم كل ما يثار بأن الحكومة من خلال هذه الوثيقة أطلق يدها لتعديل تشريعات دون العودة للمجلس، وكل من يعي باللوائح والأنظمة والقوانين يعرف أن هذا يعني كلام غير دقيق إطلاقا. لكن ذكرنا 1-2-3 أكثر من 15 تشريع نعتقد بأن هذه التشريعات متطلبات رئيسية للإصلاح، لا يمكن أن نشرع في هذه هذه المحاور في الإصلاح إلا عندما يوافق مجلسكم الموقر في تعديل هذا التشريع ونناقشه في اللجان المعنية. أخي الرئيس، لا يوجد يعني أي فكر لتخصيص خارج القوانين المعمول فيها. نعم نعتقد بأن التخصيص مصلحة، وأن هناك لا يوجد إصلاح اقتصادي لا يقود الاقتصاد في القطاع الخاص نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ وزير المواصلات. رجاء، ما مساعة قلت حق وزير التربية ممنوع توقيع معاملات في الجلسة. ما يا جماعة، ما يصير يا جماعة، أرجوكم سعدنا يا جماعة، طول بالك يا أبو عبد الله. ربع ساعة الجلسة الجاية إن شاء الله تطلبوا ربع ساعة، أرجوك أبو عبد الله يا جماعة. ما قال عن الأعضاء، لا مو عن الأعضاء، مش عن الأعضاء برا. إيه الأعضاء يعون، لا ما قال هني. لا ما يدري يا أبو عبد الله، ما يعنيك، ما ولا يقصدك، ما يصير. إذا فتحت الرد لازم أفتح للجميع، ما نخلص. أيوة ما مس تفضل يوضحها عشان. شكرا لأخ الرئيس. لا أخ الرئيس، عذرا إذا ما فهم هذا الكلام إطلاقا، هذا لا يعني في المجلس. أنا أتكلم عن من أثار خارج المجلس يتهم المجلس أطلق يد العنان، فأنا أقول من يتهم هذا المجلس بأنه أطلق يد العنان للحكومة فهو لا يعي إجراءات اللائحة والدستور، لكن هذا المجلس إطلاقا لا غير مقصودين. شكرا أخ الرئيس. واحد يجي من برا بيدلس بتدافع عنه بعد، ما مسك خلاص. موافق على الصادق على المضابط، موافق. يا أبو عبد الله لو في مساس لك عطيتك، لو في مساس لأحد، لو صار في مساس طول بالك، لو في مساس لأحد
وفق تقديري اعطيك نقطه النظام. مو رايد ما هذا الكلام من اول. توافق لي؟ ماشي. الجلسة الجاية اشرح كل هذا. أرجوك أبو جمال، جمال يا جماعة، يا جماعة خذ أكثر. إلى الآن حنا في بند التصديق على المضابط. إذا أعطيتك لازم أعطي نفس الفرصة للجميع، ما بيفتح الباب خلاص. مقرر اللجنة ما أعطيتها يا. الصادق على المضابط صادقة. يتلى البند التالي. اثنين، البند الثاني، كشف الأوراق والرسائل الواردة. كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016. واحد، رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة، وذلك خلال الفترة من 1/10/2012 حتى نهاية مارس 2016. اثنين، رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة يطلب فيها موافقة المجلس على أن تقوم اللجنة بدعوة المجلس الأعلى للأسرة ومركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت إلى اجتماع لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة. هل يوافق المجلس على تثبيت الأوراق والرسائل الواردة في المضبطة؟ موافقة. الآن نبدأ المناقشة والذي مسجلون الكلمة للأخ الفاضل نائب فيصل دويسان، فليتفضل. أخ رئيس، أتنازل عن دوري إلى جناب السيد يوسف الزلزلة، دكتور يوسف الزلزلة، مع احتفاظي بدوره. دكتور يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ الرئيس، والشكر ايضا موصول للأخ العزيز الفاضل الجميل الرائع فيصل الدويسان، وعلى أن يأخذ دوري إن شاء الله في وقته. الأخ الرئيس، الرسالة الواردة من الأخ صالح عاشور رئيس لجنة المرأة، وحقيقة أتمنى من الأخوة الأفاضل أن يستمعوا إلى نص الرسالة. تود لجنة المرأة والأسرة أخذ موافقتكم بدعوة المجلس الأعلى للأسرة وكذلك مركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت إلى اجتماع. الأخ الرئيس، نحن ولله الحمد لدينا مؤسسات رائدة ورائعة، لكن أنا أؤكد بأن كثير من أعضاء مجلس الأمة يمكن مسامعين بمركز الأسرة لمركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت أو حتى المجلس الأعلى للأسرة. أنا أعتقد بأن مثل هذه المؤسسات التي لها دور كبير جدا في إعطاء الصورة المتكاملة للمرأة الكويتية يجب أن يستعان فيهم، يجب أن يكونوا بالفعل هم المصدر الذي نستقي منه المعلومة فيما يخص المرأة. فهذا الرأي وما تقدم به رئيس اللجنة أتمنى من المجلس إن شاء الله الموافق عليه، حتى بالفعل يكون هناك رأي واضح وبين في إعطاء المرأة حقوقها. هذا المجلس أعطى البرلمان الكويتي، أعطى المرأة حقها السياسي، فصارت معانا في الرأي الأخ الرئيس وفي القرار أيضا، وبالتالي الأمر الطبيعي أنه يجب أن تأخذ حقوقها كاملة. وأنا هذا الكلام الأخ الرئيس طرحته أكثر من مرة، كما أن الرجل يجنس أبنائه ويصيرون كويتيين، أتمنى أن يكون هناك أيضا قرار وقانون
فيما يخص أبناء الكويتيات، تظل هذه مواطنة كويتية تستحق أن تعطى حقوقها كاملة. أتمنى أبناء الكويتيات بالفعل أن يتم إعطاهم حقوقهم بالتجنيس كما ورد في القانون، وإذا كان القانون يحتاج إلى تصويب أو تصحيح أتمنى أن يقوم مجلس الأمة بهذا الدور ممثل بالأخوة في لجنة المرأة بتقديم ما يرون من مقترحات حتى بالفعل نعطي المرأة حقها السياسي فيما يخص إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية. الأخ الرئيس، هناك رسالة أنا قدمتها كرئيس لجنة أولويات للمجلس وحضرتك حولتها إلى مكتب المجلس، لكن كنت أتمنى أن أضع المجلس أمام الوقائع فيما يخص قانون التأمين الصحي. كان هناك اجتماع في لجنة الأولويات الأخ الرئيس، وبناء على طلب المجلس أن تقوم لجنة الأولويات بمتابعة تنفيذ قوانين المجلس مع الحكومة. في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع مع الأخ وزير الصحة ومع ديوان المحاسبة ومع أيضاً الإخوان في وزارة المالية، لأن قانون التأمين الصحي الأخ الرئيس تم التأخير في تنفيذه. إحنا خلصناه وقريناه في 2014، إحنا الحين في شهر أو نهاية شهر 4/2016 إلى الآن لم ينفذ القانون. فعندما تابعنا الأسباب الأخ الرئيس تبين أن هذا القانون تم تعطيله وتعطيل تنفيذه وإقرار الميزانية مالته من الأخوة في ديوان المحاسبة. الأخوة في ديوان المحاسبة كان لهم رأي، لكن هذا الرأي عندما تم مناقشته الأخ الرئيس من قبل الصحة، وزارة الصحة ووزارة المالية ومستشاري مجلس الأمة، تبين بالفعل أن الجهة التي أخرت تنفيذ هذا القانون هو ديوان المحاسبة، مع كل الاحترام والتقدير للإخوان لهم. لكن يبقى الأخ الرئيس، هذا قانون وقد خصص مبلغ 20 مليون دينار في ميزانية هذه السنة، مو السنة الجاية، في ميزانية هذه السنة للتأمين الصحي، لكن إلى الآن لم تؤخذ موافقة ديوان المحاسبة حتى تقوم الوزارة بإجراءات التعاقد بحجة أن الميزانية يجب أن تكون لميزانية السنة الجاية. وبالتالي أتمنى من مجلسكم الموقر الأخ الرئيس، وأنا أيضا سأكتب توصية للمجلس وناخذ موافقتها حتى نلزم ديوان المحاسبة على أن يعطي هذا الحق لوزارة الصحة لتقوم بإجراءاتها، لأن تم التأخير بما فيه الكفاية الأخ الرئيس. وأتمنى أيضا الأخ الرئيس من المجلس الموقر أن يوافق على هذه التوصية حتى يقوم ديوان المحاسبة بدوره. شكرا الأخ الرئيس. شكرا. دور عبد الله معيوف. شكرا الأخ الرئيس. شكرا الأخ الرئيس. بالنسبة للرسالة الأولى، بكل صراحة احنا في لجنة الشباب والرياضة بحثنا مع الإخوان في هيئة الشباب والرياضة ومع وزير الشباب والرياضة قضية مخالفات الأندية وعدم التزامهم في الصرف المالي. اليوم الأخ الرئيس احنا نبي نحول هذه المؤسسات الرياضية سواء أندية أو اتحادات أو لجنة أولمبية أو اتحادات أو لجان عربية أو إقليمية المخالفة وليس الغير مخالفة، يعني حتى لا يكون هناك لبس، الغير مخالفة. فهذه بالعكس يجب أن نزيد لهم الدعم ويجب أن نشجعهم، لكن حنتكلم عنها في التقرير الأخ الرئيس اللي بعثه وزير الشباب والرياضة في صفحة 4. يتكلم عن المراقبة ويقول إن في الفقرة 7 تم تشكيل لجان تفتيش على الأندية والاتحادات لمراجعة البيانات المالية وفق اختصاصات الهيئة والتي تمخضت نتائجها. شنو تمخضت نتائجها؟ شنو النتائج تمخضت عنه؟ عن وجود مخالفات مالية تستدعي إحالتها للنيابة لتحقق شبهة جنائية لدى الأندية وما نذاكر الأندية، وذلك فيما يتعلق بالعهد والأحكام الصادرة لصالح الأندية في الاحتراف الجزئي. الأخ الرئيس، هناك عهد عند بعض الأندية وعند الاتحادات لم تسلمها لهيئة شباب ولم تسلم ما يثبت أن هذا العهد صرفت بشكل قانوني. أيضاً الاحتراف الجزئي، الأندية أخذت أحكام على الهيئة بصرف مبالغ للاحتراف الجزئي، والاحتراف الجزئي وهذه المبالغ هي حق للاعبين، مو حق لمجلس الإدارة ولا حق لمدير الفريق
أو للجنة الرياضية في النادي، هي حق للاعبين. ومع هذا معظم اللاعبين في بعض الأندية لم يتم تسليم مستحقاتهم بشكل كامل، وصرفت هذه المبالغ مع الأسف يا على تسديد اشتراكات لبعض الأندية، يا على إحضار مدربين، يا على زيادة رواتب بعض المشرفين المحسوبين على مجلس الإدارة. الأخ الرئيس، اليوم بعض المصاريف اللي إحنا نشك بأن هذه المصاريف صرفت على وجه سليم ووجه حق، نريد التحقق منها، خصوصاً أن هذه اللجان مثل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات واللجان العربية والإقليمية، اللجنة الأولمبية والاتحادات مجموع ما تصرف عليهم الحكومة 900,000 دينار، هذا صرف رسمي غير البطولات وغير المعسكرات وغيرها. الاتحادات واللجان العربية والإقليمية بحدود 2,000,000. هذه المبالغ اللي انصرفت مع الأسف لما جينا وتم الإيقاف من قبل بعض العاملين في هذه اللجان، ما شفنا أي دور لهذه اللجان. أنا قاعد معطيكم مغار وقاعد أدفع لكم ملايين الملايين، لما صارت مشكلة الإيقاف ماكو ولا لجنة من هاللجان ولا اتحاد من هالاتحادات، مع الأسف وقفت مع القضية الكويتية وسرعت في حل المشكلة الرياضية. ما حتى في 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 داخل لجانهم ما طلعوا ما يفيد بأن هذه القوانين غير مخالفة وأن ليس هناك تدخل مع الحكومة. يقولون في تدخل مع الحكومة، والحكومة قاعد تعطيهم ما يقارب 4,000,000 سنوياً للي يقول في تدخل حكومي. الحين تأخذون فلوس مو تدخل حكومي، تأخذون مباني منشآت مو تدخل حكومي. عندما تكون هناك مراقبة من قبل مجلس الأمة ولا من قبل الحكومة صار تدخل حكومي. القضية واضحة الأخ الرئيس، إنه من أمن العقوبة أساء الأدب، لأن مع الأسف ليل يوم هيئة شباب الرياضة، مع أن هيئة الرياضة، مع أن هذا التقرير صادر من وزارة الشباب والرياضة، ولكن ليل حين ما تحولت الأندية اللي الحكومة تعترف ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أن هناك مخالفة تستدعي الإحالة النيابة، ليل يوم محالة وحد وليل يوم قاعدين مثلهم. ناهيك أن حتى التعاميم والقرارات اللي تصدر من هيئة الشباب هيئة الرياضة لم يتم تنفيذها. مثال على ذلك تسجيل في الأندية في شهر 2 امتنعت بعض الأندية عن ما في تمديد، ما في قضينا وايد في الفترة الأولى، معلش مو بيدي يعني سيد عبد الله شو أسوي؟ أنت عقب عليه رأي، أنت عقب عليه. اللي بعده دور هلا صالح عاشور، تفضل. شكرا أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. أخ الرئيس، الرسالتين مهمين. بالنسبة للرسالة الأولى بصفة عامة، أعتقد ويعتقد الشعب الكويتي إلى الآن لا وزارة الشباب ولا اللجنة ولجنة الشباب والرياضة سووا شيء حق الرياضة الكويتية، والدليل إلى الآن سريان توقيف الرياضة الكويتية من خلال اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي ساري المفعول. سوينا في المجال، وين دور الحكومة؟ وين دور الوزارة؟ إلى الآن ما في شيء. الناس تبي تشوف على أرض الواقع. إلى الآن الرياضة الكويتية تم توقيفها. الشيء الآخر،
احنا على ابواب انتخابات الانديه شهر 10 اكتوبر القادم. الحكومه لم تقدم الى الان مشروع قانون بتعديل قانون الرياضه بحيث تتوافق مع القوانين الدوليه. اقتراحات بالنسبه لاصلاح الوضع الرياضي الحكومه ما سوت فيهم شيء. مقدمين تعديل بالنسبه لخصخصه الانديه. الحكومه في المسار الاقتصادي تبي تخصص النفط والتعليم والصحه وكل شيء حق القطاع الخاص. ما ذكرتوا خصخصه الانديه الرياضيه، ليش؟ هاي مو مهمه عندكم. لو كانت مهمه كان تحطوها في ضمن المسار، تصحيح المسار الاقتصادي. مقدمين قانون الانتخاب بالنسبه للانديه بما يتوافق مع ما يجري في مجلس الامه والبلدي والجمعيات التعاونيه وما شابه ذلك، صوت الواحد في كل الانديه ما يبون. فبالتالي مسار الاصلاح الرياضي احنا بعيدين عنه. لا شفنا مشروع حكومي، لا شفنا اقتراحات جاده، لا بالنسبه للتعديلات على القانون، لا بالنسبه للخصخصه، ولا بالنسبه للصوت الواحد. كيف بنعدل الرياضه اذا الى الان ما في رؤيه حكوميه تجاه هذه الامور؟ الحكومه متاخره، الانتخابات على الابواب شهر اكتوبر، تضطرون واحد من اثنين، يا تجري الانتخابات حسب القانون الحالي او تؤجلون مجالس الادارات الانتخابات الانديه مره ثانيه الى سنه اخرى، وهذا الشيء دليل ضعف ودليل عدم وجود رؤيه حكوميه واضحه لاصلاح هذا الوضع الرياضي اللي الجميع مو راضي عنه. بالنسبه للرساله الثانيه اخي الرئيس، اللجنه اجتمعت لجنه المراه والاسره مع مكتب الامم المتحده الاقليمي، وكان عندهم تصور لرؤيه الامم المتحده للمراه العربيه والخليجيه بصوره عامه الى سنه 2030. ومن ضمن اللقاء كان هناك موضوع تمكين المرأة في 17 بند، الفقرة الخامسة تعني بالنسبة للمرأة الكويتية كيفية تمكينها اقتصاديا واجتماعيا بالإضافة سياسيا كما كان برؤية رؤية مكتب الأمم المتحدة. وهذا بدوره يحتم علينا أن لابد أن نقابل المجلس الأعلى للأسرة وكذلك مركز الفريد والجديد في جامعة الكويت اللي تعني بأبحاث المرأة، ولذلك نحتاج موافقة المجلس للجنة بالاجتماع مع الجهتين، مجلس الأعلى للأسرة ومركز المرأة للأبحاث التابع لجامعة الكويت. في هذا المجال لأننا نحتاج بعض التشريعات لربما أو بعض الندوات في هذا الخصوص. بالنسبة لقضايا المرأة، وأنا أوجه يعني كلامي للأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونعتبره حلال المشاكل لبعض القضايا خصوصا المتعلقة بالمرأة الكويتية. وزير الداخلية توسع في تجنيس زوجات الكويتيين، ولكن بالنسبة لأبناء الكويتيات يا حلال المشاكل، أخواتك الكويتيات ناطرين قرار منك أخ الوزير. في أعداد مو كبيرة مقارنة بالزوجات، زوجات يمكن بالآلاف، مجموع أولاد الكويتيات لا يتعدون 2000 من أولاد الكويتيات حسب القانون، قانون الجنسية تنطبق عليهم شروط التجنيس. نحتاج اهتمام أكثر، وهذا ما نتأمل الجميع وكذلك المرأة الكويتية من الأخ وزير الداخلية أن يعطيهم أولوية على الأقل وتجنيس من يستحق منهم. لا يمكن ينتظرون أكثر من 25 سنة إلى أن يتم تطبيق مثل هذا. شكرا. تفضل الزميل عبد الله التميمي. عبد الله التميمي، تفضل معالي وزير الداخلية. تعال شكرا. تعال يمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اخ الرئيس، شكرا النائب الفاضل الاخ صالح عاشور، واشكر اهتمامك في اختنا المرأة. وثق احنا لما ساعدنا أمهات الكويتيين اللي زوجها كويتي، مع الأسف كانت المعاملات متراكمة لفترة طويلة، فسهلنا عشان أولادها الكويتيين اللي بيستيبي ينضم للسلك العسكري والأمني ولا كذا، على أساس تكون الأم كويتية. بالنسبة لأخواتنا
الأم الكويتية لمعاملة الكويتيين، فهذه في مجموعة في اللجنة العليا للجنسية، وإحنا بصدد الآن قربلة الملفات بأمارة إن إذا كانت البنت من بناتها من زوجة كويتي تعلن رغبة نستثنيها حتى من المدة اللي بكذا أساس نشيلها من جد وتروح على زوجها الله يهنيهم مع بعض. فلذلك لا إحنا في صدد الآن تحريك دور الأم الكويتية. وأشكر أخي النائب الفاضل على اهتمامه في المرأة وهموم المرأة. شكراً أخي الرئيس. شكراً. تفضل أخ صالح. شكراً أخي الرئيس. طبعاً هنا أطلقنا على معالي الوزير لقب حلال المشاكل، وبالتالي هذه المشكلة ما هي مشكلة حقيقة ولكن هي قضية، وبما أن الأخ الوزير كان واضح أن هذه ملفاتهم منظورة إن شاء الله في اللجنة العليا، نتمنى بأسرع وقت ننتهي من هذه الملفات ويتم تجنيس أبناء الكويتية، لأن بتجنيسهم أعتقد نحل كثير من قضاياهم وكثير من مشاكلهم. عندهم مشاكل بالتوظيف، عندهم مشاكل بالتعليم، عندهم مشاكل بالإقامة، عندهم مشاكل كما مشاكل أخرى. فبالتالي أعتقد من خلال القانون الجنسية وحق وزير الداخلية نستطيع حل هذه القضايا المتعلقة بأبناء الكويتية. الكويتية أعطت الكثير، وبالتالي علينا واجب أن نعطيها حقها بتجنيس أبنائها حسب القانون الذي ينص على تجنيس أبناء الكويتية. وشكراً أخي الرئيس. شكراً. عبد الله التميمي. شكراً أخي الرئيس. حقيقة نشكر الأخ رئيس اللجنة، لجنة شؤون المرأة والأسرة، على الرسالة الواردة. وحقيقة عندما نتحدث عن الأسرة كلنا أبناء أسر، والأسرة هي نواة المجتمع، وعندما تصلح الأسرة يصلح المجتمع، وعندما تفسد الأسرة يفسد المجتمع. ولذلك مسؤولية الأسرة مسؤولية كبيرة وجمة، ومسؤولية الأم والمرأة وأم الأسرة هي أيضا لها مسؤوليات اجتماعية كبيرة جدا تتطلب منا نحن كنواب الأمة. أعتقد هذا الأمر مهم جداً عندما نتحدث عن المرأة والأسرة، ولذلك هذه مسؤولياتنا ومسؤوليات اجتماعية مهمة جداً، خاصة في هذه الظروف وفي هذه التطورات وفي هذه المعطيات وفي ظل استشراء الإرهاب وكذلك وسائل التواصل الإلكتروني. تحتاج الأسرة حقيقة لدعم كبير من هذا المجلس وكذلك من الحكومة من جميع الجوانب. إن تحدثنا من جوانب الاقتصادية، من الجوانب الاجتماعية، من الجوانب من قرارات سياسية، هناك قصور كبير حقيقة تعاني منها الأسرة، وبالأخص عندما نتحدث عن المواطنة الكويتية التي سواء كانت المطلقة والأرملة أو أيضا المواطنة الكويتية التي متزوجة من زوج غير كويتي ولديها أبناء نشأوا وتربوا وترعرعوا ودرسوا في هذا البلد، وأصبحوا من حملة الشهادات وأصبحوا خريجين يحملون شهادات عليا، وللأسف الشديد نشاهد أن هناك معوق يواجههم، عدم توفير ظروف العمل وعدم إعطائهم فرصة للانخراط في العمل. وأيضا من جانب آخر عندما نتكلم عن إسكان المرأة الكويتية المواطنة الأم التي تحتضن أبناء، نستطيع وهذا حقا عندما هم مختلطين في هذا المجتمع يعايشوننا، سلوكهم تصرفاتهم حتى اللهجة الكويتية يتحدثون فيها، أبنائها وبناتها بنات المواطنة الكويتية لديها قصور كبير في هذا الجانب من حيث أيضا إسكان المرأة. حقيقة للأسف الشديد عندما نتكلم عن الكويت وهذه الكويت التي شهدت مشاريع إسكانية ضخمة على مدى 50 وأكثر من 50 سنة، نشاهد حتى هذه اللحظة لا توجد وحدات سكنية للمواطنة الكويتية، لربما فقط منطقة الصباح السالم هناك منطقة إسكانية خاصة للمرأة ومتهالكة ومضى عليها أكثر من 33 أو 34 سنة. ولكن الآن في ظل أن يتم إنشاء مدن إسكانية ضخمة ومشاريع مدن كبيرة سواء في المطلع أو في منطقة صباح الأحمد، لابد
حل قضية إسكان المواطنة الكويتية في هذه المشاريع وإعطاها الحق السكني، لأن حقيقة عندما نتكلم عن القرض الإسكاني، القرض الإسكاني لا تستطيع المواطنة أن توفر بسبعين ألف وحدة سكنية، حتى الشروط التي تضعها بالبنك الائتمان يعوق كثير من هذه الأمور، وبالعكس أبسط ما الشروط اللي موضوعة من بنك الائتمان تتطلب من 150 ألف دينار وأكثر. الرسالة الثانية أخي الرئيس وهي رسالة لجنة الشباب والرياضة. حقيقة عندما نتكلم عن الشباب والرياضة هم أبنائنا، هم الشباب الكويتي. عندما نتكلم عن تاريخ الرياضة الكويتية ومجد الرياضة الكويتية في السبعينات وفي الثمانينات، للأسف الشديد وصلنا إلى هذه المرحلة عندما نسمع عن الرياضة الكويتية، وأنا أقول حقيقة يعني يؤسفني أن أقول هذه الكلمة، أن يعني نحن الآن ضربنا المسمار الأخير في نحش الرياضة الكويتية وفي طموحات الشباب الكويتي، إيقاف النشاط الرياضي في الخارج، الرياضة في الداخل، الانحطاط الذي وصل إليه من إدارة الرياضة ومن التطاول على المال العام وأيضاً المحسوبية، من أنيط فيهم الرياضة ليسوا برياضيين، وللأسف استبعدوا الكفاءات الكويتية، والشباب الكويتي الطموح الذي أتى لكي يحقق أماني الشباب الكويتي في الرياضة وفي تطوير الرياضة هم مشوا وأتوا، هؤلاء حقيقة الذين يسترزقون من الرياضة كمصالح وكحسابات ضيقة. ولذلك أنا أؤيد أن فعلا يكون لديوان المحاسبة دور فعال ومهم لمتابعة كل الصرف الذي يتم على الرياضة، سواء اتحادات، أندية، أنشطة، بطولات، بشتى المجالات يجب أن يكون هذا الدور. وشكرا أخي الرئيس. شكرا عبد الله طريجي. شكرا أخي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على جهوده مع أركان الوزارة في احتضان فرقاء اليمن على أرض الكويت الحبيبة، وأتمنى أن تخرج هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات لما تخدم المصلحة العامة للشعب اليمني الشقيق. الأخ رئيس، يجب أن نقر ونعترف أن الرياضة في الكويت رياضة مختطفة، وأزال المختطفون لهذه الرياضة يعبثون في الرياضة داخل الكويت وخارج الكويت. الأخ رئيس، نحن يعني نقدر جهود الأخ وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة في هذه المواجهة مع أخوانه في أركان هيئة الرياضة، ولكن الموقف موقف صعب وموقف يحتاج إلى القوة والحزم مع من اختطف هذه الرياضة. وأنا أتمنى الأخ الرئيس بس أعرض على الشاشة بعض المبالغ التي تصرف لبعض الاتحادات. الأخ الرئيس، هذه منظمات وهذه مكاتب وهذه اتحادات، بس لو تكبر شوية، تكبر اللي تحت بس المبالغ. شوف اليوم الكويت قاعد تصرف، ارفع فوق، قاعد تصرف اللي اليمين هم الاتحادات، تصرف لهم 864 ألف دينار، ارفع شوية فوق بس أهم شيء الجدول، وتصرف اللي على اليسار الاتحادات واللجان العربية والإقليمية 1,897,000. أنا بعرف الحين 3 ملايين تصرف لأشخاص هم واقفين ضد الكويت، هم مشتكين على الكويت. هذه المبالغ اللي على اليسار أنا بذمتك أخي الوزير شو مستفيد منهم؟ شو مستفيد من هالمكاتب وهذه اللجان اللي موجودة داخل الكويت ونعطيهم 2,000,000 دينار وكلهم ضد الكويت وكلهم يتحركون ضد الكويت؟ مفروض الأخ الوزير أن يكون هناك تقييم لهذه اللجان وهذه المكاتب، واللجان اللي مو موجودة ما يحتاجها يجب نسكرها، ويجب التعامل معاها بحزم وقوة. مو معقولة نصرف عليهم وفوق هذا يروحون يوقفون ضدنا. لذلك الرسالة اللي جاية حق المجلس رسالة مهمة ومستحقة للأخ الوزير. إحنا في لجنة الشباب الرياضة جاءوا لنا مجموعة من الشباب الرياضي وكلهم يشكون أيضاً من موضوع الاحتراف الجزئي. هناك مساومات من قبل بعض الإداريين في الأندية، قاعد يحاولون يساومون الشباب وقاعد يحاولون يأخذون من رواتبهم من الاحتراف الجزئي. لذلك يجب أن نكشف هؤلاء الفاسدين في الرياضة.
الأخ الوزير في شهر 5، بس لا تشيل ورقة عشان أشوف الوقت، الأخ الأمين العام بس عشان أشوف الوقت لي، في منتصف مايو راح يكون هناك تصويت على إيقاف الكويت. والأخ وزير الشباب أنت داش معركة، ومعركة شرسة، إما أن تنجح أنت وحكومتك في رفع الإيقاف على الكويت، أو ينجح أحمد الفهد وعصابته في استمرار إيقاف الكويت. لنكون واضحين، ما بقى إلا شهر، ونحن أيضاً نثق فيك ونتمنى أن يكون هناك تحرك سريع واتصالات سريعة، وخاصة مع بعض الدول التي تربطنا فيها علاقات ومصالح. أكو دول يا أخي، خلينا نكون واضحين، دول عطيناها قروض، عطيناها مساعدات، مو عيب إنها توقف معانا، إحنا ما نبيها توقف مع الحق، إذا لنا حق خلص صوت معانا. بعدين بعض الأندية، الأخ الوزير، أندية موقفها سلبي، وأنت تعلم، وأنت كنت رئيس لأحد الأندية. من يكون الاتحادات؟ الجمعيات العمومية الأندية هي اللي تختار ممثلينها، لذلك كان على الأندية أيضاً أن تضغط على ممثلينها وأن يكون لها موقف، على الأقل تطلب عقد جمعية عمومية غير عادية تطرح الثقة في هذه الاتحادات. أقل شيء وأبسط شيء أن الأندية تطلب من ممثلينها، إذا كانت فعلاً بعض الأندية صادقة، أن يستقيل هؤلاء الأعضاء من هذه الاتحادات. لكن للأسف هم مو حاسين بالمسؤولية، لأن مدام في صرف وفي أموال. أيضاً موضوع الصوت الواحد يجب أن أغره، لأن أنا قاعد أشوف أن موضوع الخصخصة قد يطول، والانتخابات مثل ما قال أخ صالح عاشور في شهر 10، فيجب أن يكون لنا مخرج سريع لمحاولة تفكيك هذه الأندية. لذلك الأخ وزير، نحن نثق فيك أيضاً ونقدر جهودك، ولكن يجب أن تكون هذه الجهود تخرج بنتائج طيبة. شكراً، انتهى الوقت للرسائل. الآن تفضل معالي الوزير. شكرا للأخ الرئيس، وشكر موصول لكافة الزملاء اللي تحدثوا عن قضية الرياضة. وأنا تسمحوا لي بس في عجالة أن أقدم بعض الملاحظات الأساسية. راح أبدأ أول شيء في قضية الإيقاف. قضية الإيقاف لا يخفى على الجميع أن الحكومة من اليوم الأول وقبل أن يصدر الإيقاف سعت بكل جهودها وبحرص من سمو الشيخ جابر المبارك بأن لا يكون هناك إيقاف تجاه الشباب الرياضي الكويتي، وتم تكليف وفد وذهب إلى لوزان، وهذا الوفد حاول المستحيل لتوضيح أن التشريعات الكويتية لا يوجد فيها أي تعارض مع المواثيق والأنظمة الدولية. وبالرغم من هذا كله اتفق على أن يكون هناك اجتماع ثلاثي لمناقشة الموضوع قبل 27/10، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية أبت إلا أن توقف الكويت وتتباهى في توقيف الكويت. مع هذا كل الأسف الشديد، حاولنا أيضاً أن تكون الأبواب مفتوحة، وذهب وفد بوساطة من الأمم المتحدة إلى جنيف، وفي جنيف كذلك الأمر وضحنا الموقف القانوني، وقالوا أن القضية ما هي قضية قوانين، القضية هي قضية نزاع داخلي بالكويت، وبالتالي اللجنة الأولمبية الدولية دخلت في هذا، انخرطت في هذا النزاع. احنا نواجه الحقيقة وضع غير طبيعي في التعامل، لأن هناك من سعى وقدم شكوى من داخل الكويت من أكثر من اتحاد ومن اللجنة الأولمبية لإيقاف الكويت، وهذا أصبح واقع ملموس. الحكومة ما تأخرت أبداً في الدفاع عن حقوق الشباب الرياضي الكويتي، ويجب أن يعي الجميع بأن من وقف في هذا الجانب هو يتحمل المسؤولية ويتحمل الخسائر ويتحمل الأضرار المعنوية اللي يواجهها الشباب الكويتي. رقم مهم جدا اللي حصل في كونغرس الفيفا في الشهر الماضي كان أيضا تبعات لهذا الموضوع. كان هناك من هو يجب أن يذهب إلى الفيفا ويطلب من الجمعية العمومية رفع الإيقاف عن الكويت، كان يأخذ المنهج المعاكس. مع هذا كله احنا عملنا واتصلنا مع كثير من الدول وشرحنا لهم موقف الكويت وتشريعاتها، وطلبنا الحقيقة ان ينظرون في قضية السعي لرفع الإيقاف.
أتمنى إن شاء الله للكونغرس في شهر 5 للفيفا بأن يكون هناك دعم دولي لرفع هذا الإيقاف الظالم الغير قانوني والغير مبرر. هذا فيما يتعلق في هذا الجانب، لكن حنا لن نستمر في قضية الذهاب إلى قضية فرض الإيقاف على الكويت ونقف مكتوفي الأيدي. من اليوم الأول احنا وضعنا مجموعة إجراءات وأطلعنا عليها مجلسكم الموقر وأطلعنا عليها لجنة الشباب والرياضة. هذه الإجراءات يمكن تطرق لها الأخ الزميل الكريم عبد الله معيوف. وضعنا كل النقاط وكل الإجراءات اللي قمنا فيها سواء في المسار القانوني أو المسار الإعلامي أو المسار الفني لتوضيح أن الهيئة العامة للرياضة عملت كل جهودها فيما يتعلق في الإيقاف فيما يتعلق في الرياضة للمستقبل. اليوم ضحية عدم نجاح الرياضة أن إحنا قاعدين نهمل أهم عنصر من عناصر المجتمع، أكثر من 70% من المجتمع الكويتي تحت سن 34. الرياضة هي أحدى العوامل الأساسية لاستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم، وبالتالي إحنا لم نتوقف، أحضرنا متخصصين وبدأنا ننظر وبتوجيهات حقيقة من الحكومة لمستقبل الرياضة الكويتية. الشيء المفيد أن هناك الآن رؤية جاهزة ستقدم من خلال القنوات الرسمية لمجلس الوزراء رؤية تطوير الرياضة الكويتية. هناك أيضا مشروع لقانون جديد للرياضة الكويتية، لكن يكون واضح أمام المجلس الموقر والأخوة الأعضاء الكرام، هذا المشروع لم يأتي الآن حتى يصلح أخطاء موجودة في مرسوم بقانون 26، لا لا أبدا. مشروع 26 أو مرسوم بقانون 26 القائم حاليا وتعديلاته لم يثبت أن في هذا المرسوم أو تعديلات ما يمس استقلالية الحركة الرياضية أو التدخل فيها من قريب. وأنا بشهد الإخوان اللي تكلمون الآن بعض الأندية في عملية التسجيل، الهيئة لا تملك أي سلطة إدارية أو سلطة فنية على الهيئات الرياضية، ليس فقط على اللجنة الأولمبية والاتحادات اللي تنظمها أنظمتها، لكن حتى الأندية داخل الكويت نحن لا نملك إلا الرقابة المالية. فاللي بنقدمه اليوم ما لا علاقة فقط في قضية الإيقاف، لأن تشريعاتنا الآن الحالية متوافقة لا متطورة أكثر. اللي بنقدمه اليوم قدمة شلون يكون لشبابنا الرياضي مستقبل، شلون نقدر نخلي الرياضة للجميع. مشاكل أرقام القياسية في ارتفاع السكر والأمراض في الكويت لأن في إغفال لقضية الرياضة المجتمعية، قضية الرياضة الترويحية والترفيهية، كيف نعمل قنوات لشبابنا الكويتي في استثمار هواياتهم وطاقاتهم في رياضات مختلفة مهتمين فيها بالإضافة للرياضة التنافسية. فاليوم الرؤية جاهزة ومشروع القانون إن شاء الله راح يقدم بالقريب العاجل. الحكومة مهتمة، أتمنى إن شاء الله في الشهر القادم من الخدمة للمجلس وكل العناصر الإصلاحية اللي أشاروا لها الزملاء والأخوة الكرام اللي إحنا يعني نقدم لهم شكر جزيل للجنة الشباب والرياضة ولأعضاء المجلس. من اليوم الأول لتعرض الكويت للإيقاف الظالم كان لهم موقف مشرف، وبالتالي الحكومة لن تخذلكم ولن تخذل الشباب الكويتي في تقديم شيء يخدم الكويت ويخدم مستقبلها. أيضا ودي أعرج لقضايا أشار لها الأخ رئيس لجنة الشباب والرياضة في رسالته فيما يتعلق في قضية المخالفات. بالفعل هناك شبهة مخالفات على مجموعة من الهيئات الرياضية، هذه المخالفات لا يمكن نحيلها للنيابة إلا بعد التثبت والتحقق. بعد التثبت والتحقق ما في حصانة لأحد، القانون يطبق على الجميع بدون استثناء. هذا أحب أشيره في مجلسكم الموقر. فيما يتعلق في قضية المنظمات اللي تستضيفها الكويت، هذه المنظمات الآن أول إجراء تم تجميد أي صرف لها مع بداية السنة المالية. تم تشكيل لجنة في مجلس إدارة هيئة الرياضة لتقييم أول شيء مواقفها، هل هي داعمة للكويت؟ هل هي قاعد تنفذ نظامها الأساسي في التعاون مع دولة الكويت أن تقدم الدعم للرياضة الكويتية، ولا قاعد تأخذ موقف معادي وتسعى للإيقاف لا وقامت في عملية الإيقاف؟ فأنا أطمن الأعضاء الكرام بأن لن يكون هناك أي دعم أو أي صرف إلا بعد التيقن والتأكد والذهاب لمصلحة يعني الرياضة الكويتية. فيما يتعلق في قضية أختم أكد لكم إن شاء الله أن إحنا
أي مبادرة إصلاحية أو أي إجراء، وأناشد من مجلس الأمة الموقر كل من يهتم في الرياضة الكويتية أن يتعالى عن مصلحته الشخصية ويتعالى عن الأنا ويتعالى عن أي شيء ويرفع الإيقاف على الكويت. كتاب واحد من داخل الكويت يرفع الإيقاف على الكويت، لكن الكويت قدمت اللي تقدر، قدمت اللي تقدر، ووضحت كل الأمور، تعرضت إلى إهانات وتعرضت إلى إساءات من قبل بعض هالمنظمات اللي كان توجيهها الدولية لعملها وتوجيهها الأساسي خدمة مصالح للأسف. وأن هذه المنظمات لا أشير لها كمنظمات، بالنهاية هذه لها دور إحنا نحترمه، لكن أشير لبعض مسؤولينها. هناك مصالح بعيدة كل البعد عن مفهوم الرياضة، وهناك مصالح بعيدة كل البعد عن هدف هذه المنظمات الحقيقية، هي اللي احنا الحين نعاني منها بالكويت، وأصبح الآن في وعي دولي. الأمم المتحدة دخلت الآن طرف وبدأت تعرف أن هذه المنظمات انحرفت في اتجاه فرض ملفاتها الخاصة ضد مصلحة الشباب الرياضي. أخي الرئيس آسف على الإطالة، رأيت من مسؤوليتي أن أشير لهذه المعلومات المهمة، وأؤكد في الختام أن الحكومة حريصة كل الحرص وبتوجيهات سامية بأن نضع الشباب في المركز الأول لاهتماماتنا، هم استثمار المستقبل، والرياضة جزء أساسي لاستقطاب وتشجيع ودعم الشباب، وإن شاء الله نكون يعني نلبي ونحقق كل هذه التطلعات بدعم مشكور من مجلسنا مجلس الأمة على جهوده الحقيقة من اليوم الأول كان داعم للشباب والرياضة. شكرا للأخ الرئيس. شكرا. تفضل عبد الله طريجي، بعدين عبد الله معيوف، بعدين عدنان عبد الصمد، بعدين صالح عاشور. تفضل عبد الله طريجي. عبد الله معيوف. عبد الله معيوف. أنا كرئيس لجنة الشباب والرياضة بس حبيت أعقب على كلام الأخ الفاضل النائب صالح عاشور وأشكره أنه طرح موضوع أن لجنة شباب الرياضة ما سوت شيء، فهذه فرصة أيضا نستعرض إنجازاتنا، ومشكور أبو مهدي على إتاحة هالفرصة. الأخ الرئيس، الكل يعلم أن احنا جينا في مجلس 2012 المبطل الثاني خلينا نقول، ولقينا أمامنا خيار واحد، وجود مرسوم ضرورة للرياضة 26 على 2012 رغم المخالفات الصريحة فيه والتعقيدات وتمكين جهات معينة محددة رياضية اللي هي الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية بالسيطرة على الرياضة بدون أي مراقبة من الحكومة أو حتى من مجلس الأمة. لذلك إحنا لما نيينا في لجنة الشباب والرياضة وجدنا أن هناك مشكلة خليك عيل بالاخير ورد على اساس على الناس كلها بعدين. انت قلت لكم انا، انتوا قلتوا واحد فيكم عطى الثاني. تفضل عدنان عبد الصمد. شكرا الاخ الرئيس. بس انا اطلب من الاخ الفاضل وزير الاعلام ان لحد الان ميزانيه هيئه الشباب لم تصل الى اللجنه، لان احنا مستعجلين اخ الرئيس، فنامل ان تصل بسرعه، ونهايه الدوره مرتبطه ايضا باقرار الميزانيات. قضية أخرى الأخ الرئيس، ترى أيضاً قاعد نشوف وايد تشابك، أكو هيئة شباب وهيئة رياضة وزارة شباب كلها في نفس الإطار، وفي هناك تشابك حقيقي بين هذه الجهات إضافة إلى جهات أخرى من خلال مناقشاتنا لميزانيات هذه الجهات، وفي بعض الأحيان تشابك بالاختصاصات وبالتالي زيادة اعتمادات الميزانيات. فنأمل أن أيضاً يكون هناك فك لهذا التشابك والاتفاق على صلاحيات كل جهة حكومية. شكراً أخي الرئيس. شكراً. صالح عاشور. معالي الوزير آسف. صالح تفضل. معالي الوزير. شكراً معالي الرئيس. شكر موصول لأخي العزيز الأستاذ عدنان عبد الصمد على ملاحظته، ودي أشير له يعني ويتحملني. الأول شيء أنا أسجل شكري للجنة الميزانيات على تفهمها لطلبات الشباب والرياضة. اليوم احنا نمر في مرحلة دقيقة، الكويت من تأسيسها هي تهتم بالشباب، وجاء الدستور في مادة 10 في رعاية النشأ، بعد التحرير صدر عام 92 قانون 43 في إشهار هيئة العام أو في تأسيس الهيئة العامة للشباب والرياضة
للأسف الشديد مشاكل الرياضة خلال 22 أو 23 سنة انعكست على الشباب. واقع الحال في الأرض لم يكن هناك أي نشاط شبابي يعتد فيه، كان بعض المراكز الشبابية اللي تقل على مستوى الجودة اللي نطمح لها، وكان هناك جهود لكن لم تكن منظمة. حينما جاء سيدي حضرة صاحب السمو مشكور، وأنا أسميه أبو الشباب، قدم صاحب السمو مشروع الوطني الرائد كويت تسمع، وتمخض عنا الوثيقة الوطنية للشباب. كان الوثيقة الوطنية للشباب أشارت مباشرة بأن هناك مشكلة شباب بالكويت من خلال تقديم يعني خسميها الأرضية الصحيحة للتعامل مع الشباب باعتبارهم هم المستقبل. في ذاك الوقت كان أمامنا خيارين، كان أمامنا خيار التقليدي أن نحاول نصلح ما لم ينجح خلال أكثر من 22 سنة، أو نذهب في اتجاه، لكن رؤية سيدي صاحب السمو وحرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد بأن أصبح هناك وزارة دولة لشؤون الشباب. وزارة دولة لشؤون الشباب جاءت للواقع من فريق استشاري لدراسة تشخيص الواقع الشبابي، ورأت أمامها طريقين. الطريق التقليدي الحين تنفيذ رؤيتها ممكن نحتاج إلى 5 إلى 7 سنوات حتى نقدم المستوى المطلوب للرعاية الشبابية لتمكين الشباب ودعمهم وتنفيذ الوثيقة الوطنية للشباب. فاتخذ القرار من خلال مكتب وزير دولة لشؤون الشباب، وفي المرسوم الصادر اللي أناط فيه أعطى مسؤولية التنسيق التخطيط والتنسيق والعلاقات الدولية والمتابعة، وقدر الظروف لعدم وجود خطط شبابية قائمة أن أعطى لمكتب وزير دولة لشؤون الشباب الجانب التنفيذي في اتجاهين: اتجاه اللي هو مشاريع الشباب، وهذه ترعى مباشرة المبادرات الشبابية والبرامج الشبابية اللي هناك فيها نقص شديد على أرض الواقع، والجانب الآخر جانب التنمية الشبابية، وهذه ترعى بالأساس التطوع الشبابي، ترعى أيضا الانتماء الوطني وتشجيع الشباب. حتى نسير في هذا الاتجاه كان لابد أن نقدم يعني نجاحات سريعة. هذا اللي سيد صار عندنا في وزارة الدولة لشؤون الشباب قطاعين تنفيذيين. هذين القطاعين التنفيذيين حقيقة سوف ينضمون إلى الهيئة العامة للشباب بعد ما قام مجلسكم مشكورا فيه، وسجل له كل الشكر والتقدير في سرعة تنفيذ رؤية تطوير الشباب في تبني فصل الرياضة صاحبة المشاكل للأسف الشديد مع عن الشباب اللي هم مستقبل الكويت. بدأنا الآن في قضية التنفيذ السريع، يعني صدر القانونين في العام الماضي آخر فترة البرلمان، وصدر القانونين الآن احنا خلصنا القوانين نفذناها، نفذنا قانون هيئة الرياضة واجتمع مجالس إداراتها وصدرت لوائحها، وأيضا مجلس هيئة الشباب نفذنا قانون هيئة الشباب وبدأ في أعمالها بجدية. فبالتالي سيد احنا نحتاج 3 سنوات، ويمكن بالأمس القريب سيدي حضرة صاحب السمو الله يحفظه حضر في وكرم المتميزين والمبدعين من الشباب الكويتي لأول مرة، جائزة الدولة للإبداع والتميز الشبابي، وقدم لحضرة صاحب السمو للحفل ما قدمته وزارة دولة لشؤون الشباب خلال 3 سنوات، كان محل إبهار من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة أرسل بان كي مون رسالة يشكر، يقول أصبح بالفعل اليوم نموذج للرعاية الشبابية في المنطقة هي الكويت. أيضا خلال هذا الموضوع هناك أيضا في دول مجلس التعاون من طلب من الكويت تجربتها لبداية التطبيق. فسيد احنا الآن أمام 3 سنوات انتقالية، سوف تنتقل القطاعات التنفيذية إلى هيئة العامة للشباب، وسيبقى دور مكتب وزير الدولة للشباب فقط لأمور التخطيط الاستراتيجي والتنسيق، فهي مرحلة انتقالية. أما ما يتعلق في سؤال حضرتك عن الميزانية، بالقانون أن المرحلة الانتقالية هيئة الرياضة هي من تقوم في مقام الشباب إلى حين تأسيسها وانطلاقها. وزارة المالية كان لهم رأي في هذا الجانب،
وأعتقد الآن هم قاعدين يسعون لحل موضوع التشابك بين ميزانية هيئة الرياضة وهيئة الشباب. أنا آسف على الإطالة، لكن قبل لا أختم الأخ الرئيس الكريم، أنا ودي أشير أيضاً بالنسبة لمشروع قانون تطوير الرياضة اللي سوف يقدم إن شاء الله مجلسكم الموقر في القريب العاجل. هناك اهتمام خاص في قضية الخصخصة، هناك اهتمام خاص في قضية الدعم بالهدف، يعني ما أقدم لك أنا دعم كدولة إلا بالمقابل تقدم لي رعاية للشباب. فهناك أيضاً ما أقدم لك منشآت إلا تقدم أيضاً تعهدات بأنك تحقق أهداف هذه الهيئة الرياضية. فإن شاء الله يكون المستقبل مشرق للرياضة الكويتية، وهني أسجل شكر تقديري للقيادة السياسية سيدي صاحب السمو الأمير سيدي سمو ولي عهده الأمين، وأيضا إلى مجلسكم الموقر وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء على الدعم المتواصل لدعم شبابنا ودعم الرياضة الكويتية. شكرا أخ الرئيس. شكرا. صالح عاشور. شكرا أخ الرئيس. أتفق مع ما ذهب إليه أخوان، نعم هناك صراع للسيطرة على الساحة الرياضية بالكويت لأجل مصالح، بس دورنا إيش؟ دورنا أن نسارع بتقديم المشاريع بالقوانين حول حل القضايا الرياضية. معالي الوزير يقول سوف أقدم قانون رياضة، سوف أقدم قانون خصخصة، سوف أقدم قانون للهيئات، سوف أقدم ميزانيات. إحنا تعبنا نسمع سوف، وين صرفهم أخي الوزير؟ إحنا نبي فعل. تقول أنا قدمت قانون الرياضة، قدمت قانون الخصخصة، عملت قانون كذا للشباب، بحيث إنه سوف. هذا ما تفيد معالي الوزير، سوف شبعنا من 4 سنوات إلا أن وقفوا الرياضة الكويتية. يلا راح عليك الوقت. الشيء الآخر أخي الرئيس، أنا أختلف مع معالي الوزير، كثرة الهيئات مو دليل إنه في مصلحة الرياضة. بالسابق هيئة الشباب الرياضة كان أفضل من هيئة للشباب وهيئة الرياضة. شكرا. آخر نقطة نظام ما أقدر أمدد. عبد الله معيوف تفضل آخر واحد عشان أبتدي أدخل بالبند اللي بعد، راح نرفع للصلاة بعدها. بس الأخ الرئيس أنا عقب كرئيس لنجرة شباب الرياضة، فأرجو أنك تعطيني وقت. الأخ الرئيس، نرجع إلى ما ذهب إليه الأخ صالح عن لجنة شباب الرياضة ما سوت شيء. احنا هنا لقينا قانون 26/2012 قانون معيب، خصوصا فيما يتعلق بالجمعيات العمومية. القانون 26 لازم يشترط لإقرار النظام الأساسي حضور 1/3 أعضاء الجمعية العمومية، واللي ما قدرت الأندية، كل الأندية خلال فترة سنة أنها تجمع الجمعية العمومية، لأن لا يمكن، أقل نادي عندنا تقريباً 10,000 لا يمكن يقدر يجمع إلى 7,000 أو 7,500. لذلك إحنا لما نينا عدلنا على هذا القانون، حتى القانون 25/2015، حتى نتيح للجمعيات العمومية والأندية أنها تعدل نظامها الأساسي. أعطى تمديد مغرر آخر واحد، أعطى دقيقتين، حتى لا تقع في المحظور وما راح تقدر. لذلك احنا عدلنا. اما فيما يتعلق في الصوت الواحد، الاخ صالح عاشور عرف تماما ان في دور الانعقاد اللي فات عندما اتينا بالتعديلات كان من ضمن التعديلات الصوت الواحد، ولكن تقدموا 18 واحد من الاخوه الاعضاء هني باقتراح بطلب اعاده الصوت الواحد الى اللجنه الشباب الرياضه مرخصه لمزيد من الدراسه. وإحنا الآن صار لنا أكثر من 3 أسابيع أغرينا الصوت الواحد ورفعناه إلى مكتب المجلس، وبالتالي اليوم هو في عهدة المجلس الصوت الواحد للعرض عليكم للتصويت. فهذا أخ صالح إحنا سويناه. أما فيما يتعلق بمشكلة الإيقاف، ترى هي مشكلة نفوس، ما هي مشكلة نصوص. هناك أمانة من يسعى إلى بقاء هذا الإيقاف، والدليل على هذا أن دول الخليج نفس الإيقاف اللي يقولون عنه تدخل، ومع أن الكويت ما في تدخل، هناك تدخل واضح. اليوم رئيس إمارة الشارجة عين مجلس إدارة كامل نادي الشارجة كامل، ولا زال أول أمس في المملكة العربية السعودية أيضا تم تعيين معظم الاتحادات ما عدا الاتحاد السعودي لكرة القدم.
إذن ما هي القضية؟ قضية قوانين، هي قضية ناس يريدون شو اسمه. أنت تقول لنا أيضا شنو اللي سويته. الآن أختلف مع الأخ وزير الإعلام وزير الشباب، إحنا في هيئة شباب الرياضة، في لجنة شباب الرياضة ما نقدمنا فصل هيئة الشباب كاقتراح، فصل هيئة الشباب عن هيئة الرياضة، لأن هناك توجهات ورؤى من حضرة صاحب السمو الله يطول بعمره بأن يعطى الشباب دور أكبر واهتمام أكبر ونعطيهم مساحة كبيرة من العمل، ولا يمكن أن تكون هيئة شباب الرياضة تستطيع أن توفي الشباب بحقهم. خلاص بس ما أقدر أكثر من كذي عبد الله، صعب لا ما يصير ما يصير ما أكون إصاب شو نعطي صلاة بنرفع للصلاة. خلاص عبد الله عبد الله تفضل علي، معلش بعد أكثر من كذي صعب يا عبد الله ما يلا دقيقة آخر دقيقة آخر دقيقة تفضل عبد الله. أي والله حاميها حرامي هذول الحين اللي قاعدين يقولوا لي قول له وقول له عبد الله طريجي يوم أنت عطيتني قال لا ما يصير. عبد الله قاعد يدير الجلسة، عبد الله طريجي قاعد يطير الجلسة يقول عط هذا عط هذا. بس يا أخ الرئيس أنا أدري في دول مشاكل. المهم الأخ الرئيس أيضا إحنا سعينا الأخ صالح أن نروح لوزان في اجتماع اللجنة الأولمبية حتى نثبت لهم أن إحنا كمجلس أمة وكنواب للشعب الكويتي مهتمين بقضية الرياضة، وحضرنا اجتماع اللجنة الأولمبية والوفد الحكومي الكويتي في لوزان عندما ناقشنا موضوع الإيقاف والتسع نقاط الإيقاف، حتى نوصل لهم رسالة أن نحن كمجلس الأمة من شرعنا هذه القوانين، وإحنا من نحرص على أن قوانيننا لا تخالف لا المنظمات ولا الهيئات ولا غيرها. أنا نعم أيضا الأخ الرئيس بتبرع منا إحنا كلجنة الشباب وبموافقة الإخوة والله أكثر ما يصير عبد الله ما يصير عاد هي مو ما يصير خلاص. بارك الله فيك عبد الله. تفضل علي ترى عشان برفع للصلاة. تفضل أخ علي. أنا بتكلم بس على موضوع الرسالة الثانية فيما يخص رسالة اللي عن الأسرة فيما يخص معاملات الجنسية والأمور هذه اللي خاصة في وزارة الداخلية. الأخ الرئيس استغربت أنا أمس تفاجأت في تصريح عبر التلفزيون إحدى القنوات التلفزيونية من الشيخ مازن الجراح بأن أعضاء مجلس الأمة هم مناديب لناخبينهم، وهذه إهانة للمجلس وإهانة للسلطة التشريعية. إحنا نواب نراقب الحكومة ونواب نشرع للأمة ومو مناديب لناخبين. إحنا يعني نمشي في معاملات الناخبين المظلومين المستحقين، ما نقبل أن أحد مسؤول في وزارة الداخلية، وهذا كلام موجه لمعالي وزير الداخلية، يجب أن يحاسب الشيخ مازن الجراح على هذا التصريح، ويجب أن يقدم تفضل كمل علي. يجب أن يقدم اعتذار اليوم أخ الرئيس، لأن هذه إهانة للنواب وإهانة للسلطة التشريعية، والأخ معالي وزير الداخلية هو مسؤول مسؤولية كاملة أمامنا عن محاسبة من يتفوه على أعضاء مجلس الأمة مثل هذا الكلام. إحنا ما إحنا مناديب، إحنا مشرعين للأمة ومراقبين للحكومة، ولا نقبل بهذا المساس للسلطة التشريعية من أي أحد كان. هذا تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية وتفوه بكلام غير لائق من التلفزيون عبر التلفزيون، لذلك نطلب منه اعتذار رسمي ومحاسبته، وإلا أن وزير الداخلية راح يكون مسؤول عن هذه التصرفات وتبعيتها. شكراً أخ الرئيس. تفضل معالي وزير الداخلية. شكراً أخ الرئيس، شكراً نائب الفاضل. أنا بجيك من الآخر، إذا كانت كلمة مندوب المنطقة ضايقتك، أنا كمسؤول عن الداخلية ومن منتسبي الداخلية جميعاً، نحن خدام الشعب، نرجو أن نخلي الحساسية هذه، احنا وجدنا لخدمة الشعب، لخدمة من يعيش على هذه الأرض الطيبة مواطنينها ومقيمينها. شكرا أخ الرئيس. شكرا، بس عشان لا يصير جدل عدل علي تفضل علي. احنا نخدم الشعب، ولكن ما نقبل لأي مسؤول ايا كان في هذه الدولة انه يقول عن اعضاء مجلس الأمة هم مناديب لناخبينهم. اذا كان ما يقصد المساس في أعضاء مجلس أمة، ما كان يجب عليه أن يقدم كلامه
بأن مع احترامي لأعضاء مجلس الأمة، أي احترام يقول مع احترامي لأعضاء مجلس الأمة، هم مناديب وحاط لي في التلفزيون صور الأعضاء، فيديو صوت وصورة في مكتبة، وهم يقدمون معاملات، هذه معاملات خدمة لأبناء الشعب، لا يتمنن ويقول هذه معاملات من مناديب يمثلون الشعب. احنا ما احنا مناديب، احنا ممثلين منتخبين من الأمة لخدمة الأمة والحفاظ على مكتسباتها وحقوقها. فمعالي الوزير، اخ رئيس معالي الوزير، الرجاء ان تطلب من هذا الشخص المسؤول ان يقدم اعتذار اليوم لهذه السلطة. وشكرا اخ رئيس. شكرا. ترفع الجلسة للصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تستأنف الجلسة، بس خلص الرسائل الواردة وبعدين أعطيك. هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشباب والرياضة التي يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة، وبالاستعانة بديوان المحاسبة، وذلك خلال فترة من 1/10/2012 حتى نهاية مارس 2016؟ موافقة. هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس لجنة المرأة والأسرة يطلب فيها موافقة المجلس على أن تقوم اللجنة بدعوة المجلس الأعلى للأسرة ومركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت إلى اجتماع لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة؟ موافقة. قبل البند التالي، قبل بند الأسئلة، تفضل سيد يوسف زلزال. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس، بما أن المجلس تأخر في نقاش مواضيع مختلفة، فأتمنى من المجلس الموافق على تأجيل بند الأسئلة إلى يوم غد، وكذلك الأخ تمديد جلسة اليوم إلى الانتهاء من البند قانون الكهرباء. شكرا الأخ الرئيس. يوافق المجلس على ذلك؟ موافقة. تفضل دكتور عبد الله الطريجي. شكرا أخ الرئيس. الأخ الرئيس، بصفتنا يعني كلجنة حماية الأموال العامة، في الفقرة رقم 25 التقرير الخاص بالمخالفات اللي شابت مشروع وزارة الدفاع في شراء عدد 2 من طائرات الشحن، طائرات النقل الاستراتيجي، في تقرير من ديوان المحاسبة في معلومات قد تثري هذه القضية، فأتمنى إعادة تقرير لجنة حماية الأموال العامة. يوافق المجلس على حالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة؟ موافقة. البند التالي، لحظة لو سمحت. أعطى الميكروفون. أخ الرئيس، قدمنا ومجموعة من النواب طلب بتقديم البند 22 مكرر أو 20 مكرر الخاص في شأن الإدارة العامة للتحقيقات والقانون الذي ردته الحكومة، وذلك للنظر فيه بعد الانتهاء من قانون تعرفة الكهرباء، سواء كان اليوم أو يوم غدا، وعلى الأحوط سيكون يوم غد. بس ألفت انتباهك أخ فيصل حتى تراجعون نقطة مهمة، قد يكون طرحه في نفس دور الانعقاد صعب لأنه يحتاج إلى ثلثين، بينما إذا طرح فيه دور الانعقاد القادم يحتاج إلى أغلبية. فأتمنى راجعوا هذا 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 الأمر حتى لا ينتهي بنتيجة عكس ما تقصده. بس تفضل أخ جمال العمر. كلامك صحيح الأخ الرئيس، أنا أعتقد أن أخوي أبو محمد هو قاصد على أساس يستعجل، لكن مثل ما تعرف وتفضلت وشرحك جدا وافي، اعتقد ان دور الانعقاد القادم راح يكون اغلبيه عاديه، ما نحتاج اغلبيه خاصه فيما لو انه كان بنفس دور الانعقاد.
شكرا لك. إذا طرح عندكم وقت يعني حتى ما عبت فيه وينظم يعني يتضرع. إذا 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 طرح في نفس دور الانعقاد فهو يحتاج إلى أغلبية الثلثين التي قد لا تتحقق ومن ثم يسكر، أما الأغلبية البسيطة فهي تكون في دور الانعقاد اللي بعده. فبخلي الطلب عند الأمانة العامة، تقدر تراجع وتشوفه. في طلب آخر؟ إيه بس يمكن تقديم حتى لو مدرج على جدول الأعمال. ليوم غد. وين الطلب؟ تفضلت للطلب. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة. وبعد نظرا للمعاناة التي يتكبدها المواطنين نتيجة لتطاير الحصى وكثرة الشكاوى من قبل المواطنين وما لحق بهم من ضرر في هذا الخصوص، وعدم تقديم الوزارة حلا مجزيا يرضي المواطنين جراء ما يتكبدونه يوميا من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، ونظرا لإدراج الموضوع على جدول الأعمال وتخصيص ساعتين لمناقشته في البند العاشر رقم 22، نقترح نحن الموقعين أدناه تقديم طلب النقاش الخاص بتطاير الحصى في شوارع الكويت بجدول الأعمال على أن يتم مناقشته غدا الأربعاء الموافق 27/4/2016 كأول بند. مقدم الطلب يوسف الزلزلة، عادل جار الله، فيصل دويسان، عبد الله التميمي، سلطان غيشم الغيصم، عبد الله طريجي. يوافق المجلس على أن يكون من ضمن جدول الأعمال ويناقش يوم غد؟ موافقة. تفضل الأخ الفاضل معالي وزير الأشغال وزير الدولة شؤون مجلس الأمة. شكرا للأخ الرئيس. الأخ الرئيس بس استفسار الآن، الطلب الذي تولي نصه أنه يناقش قبل ما سواه، ونحن أخذنا قبل شوي موافقة على ترحيل الأسئلة، فبيكون قبل بند الأسئلة ولا بعد بند الأسئلة؟ فقط من أجل ترتيب الجلسة. بعد بند الأسئلة. بعد الأسئلة. بعد بند الأسئلة. أنا موافق المجلس على ذلك. البند التالي. أربعة، البند الرابع، الإحالات. هل يوافق المجلس على الإحالات الواردة في هذا البند؟ موافقة. البند التالي. خمسة، البند الخامس، تقرير 23 التكميلي للتقرير 21 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي أقره المجلس في مداولته الأولى والتعديلات المقدمة عليه. البند السادس. سبق أن وافق المجلس في جلسة ماضية على هذا المشروع في مداولته الأولى، وتم تأجيل المداولة الثانية لجلسة اليوم ليتفضل المقرر على المنبر. هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير التكميلي في المضبطة دون تلاوته اكتفاء بالتوزيع؟ موافقة. تفضل معالي وزير الكهرباء ثم الأخ روضان. شكرا سيد الرئيس. إذا تسمح لنا استدعي الجهاز الفني ليكون ويانا على المنصة. إذا تسمح لنا. يوافق المجلس على دخول الجهاز الفني المساند لوزير الكهرباء؟ موافقة. تفضل أخ روضان. شكراً لأخ الرئيس. بصفتي أحد مقدمين الاقتراح فيما يخص التحقيقات لأخ الرئيس، وشاكري لك يعني على تنبيهك لنا، فأنا والإخوان اللي قدمنا الاقتراح نطلب سحب الاقتراح. شكراً لأخ الرئيس. يوافق المجلس على طلب الأخ روضان الروضان؟ موافقة.
حسب المادة 104 من لائحة الداخلية للمجلس، سوف تقتصر المناقشة على التعديلات المقترحة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى. ليتفضل مقرر اللجنة بيان وجهة نظر اللجنة في التعديلات. ابدأ بتعديل تعديل من الديباجة. شكراً أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً لحالة بتاريخ 29/3/2016 وافق المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2016 على مشروع القانون في مداولة الأولى بعد التعديل. قدم بجلسة المجلس المشار إليه 4 تعديلات، حيث نظر المجلس التعديل المقدم من 33 عضو بشأن استثناء السكن الخاص من تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الواردة في هذا القانون، بحيث يستمر العمل بالتعرفة السابقة. وافق المجلس على هذا التعديل الذي تضمن إلغاء المادتين 3 و6. عدد التعديلات المقدمة على المشروع بعد المداولة الأولى 4 تعديلات، حيث أن التعديلات طالت الآتي: في المادة الثانية وإضافة. أبو عبد العزيز خلنا ندش على طول تعديل تعديل. أول تعديل موجود عندك في الديباجة، تقرأ التعديل. مكتب اللجنة المالية خلكم مع المغرر. تعديل تعديل وفق التسلسل. إذا في تعديل قدم الآن قل لي هذا التعديل قدم الآن عشان آخذ إذن المجلس وفق المادة 103 من اللائحة. أخ الرئيس، في تعديلين تقدموا فيهم توضيح فقط بالحكومة، بحيث إن إحنا لما صوتنا في اللجنة المالية على استثناء الكويتي المستأجر في الاستثماري أضافت. عبد العزيز ما نقدر ندخل الآن، هذا تعديل جديد. هذا تعديلين جدد. نعم زين. لما يجي دوره قول لي هذا التعديل آخذ إذن المجلس والقمادة 103 وبعدين أصوت عليه. الآن بلش بالتعديلات اللي عندك اللي موجودة في تقرير اللجنة، التعديلات على مشروع القانون في مداولة الأولى. النص كما انتهت إليه اللجنة إضافة وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. هذه إضافة للديباجة. موافقة. إضافة قانون رقم 47 لعام 1993 في شأن الرعاية السكنية للديباجة. موافقة. التعديل اللي بعده. المادة 2 يجوز منح حوافز عينية أو عدد من الكيلووات مجانا لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الكهرباء والماء. لا، حسب الورقة اللي عندي ما انتهت إليها اللجنة مختلف. مو هذا التعديل اللي هو. عفوا أخ الرئيس، يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحديد اللائحة التنفيذية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز. لحظة تدريجية. التعديل هو إضافة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز. موافقة. اقرأ المادة كاملة لو سمحت. يجوز من حوافز. مادة 2 ابتدأ من مادة 2. يجوز من حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط من هذه الحوافز. موافقة. تفضل أخ جمال. مادة 3. لحظة لو سمحت. تفضل. عطل. الأخ الرئيس، طبعا أنا أسجل تحفظ على التعديلات لأن ما بيصير تصويت لوقت المجلس، لذلك إحنا من بداية هذا القانون راضين القانون من حيث المبدأ وكذلك التعديلات، وسوف نرفض القانون في التصويت عليه كما صوتنا عليه في المداولة الأولى. ماشي. لذلك أنا طبعا إذا كان هناك في التعديل أحب أن أرفع اسمي من التعديل الذي قدم مع الأخ الدكتور عودة الرواعي، وأتمنى موافقة المجلس على ذلك. يرفع اسمه، هذا حق لك، يرفع اسمه و لينا بالتصويت على المداولة الثانية. صوت ضده. التعديل اللي بعده. مادة 3.
طبعا انتهت اللجنة، راح اقرأ اخ الرئيس ما انتهت اللجنة، وفي تعديل جانا من الحكومة على المادة 3. اول شيء اقرأ ما انتهت اللجنة. مادة 3: يعامل الكويتي المستأجر في السكن الاستثماري معاملة الكويتي في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء، شريطة ألا يكون متوفرا له سكنا خاصا او لديه عنوان اخر غير العنوان المستأجر به. اللي جانا تعديل اخ الرئيس من الحكومة الان. ماشي، طول بالك. التعديل جاك الان من الحكومة، يوافق المجلس على طرح الحكومة لتعديلها وفق المادة 103 من اللائحة على ان اقدم اليوم موافقة؟ تفضل وزير الكهرباء، قول تعديلك وسبب التعديل. شكرا الاخ الرئيس. المادة كما انتهت اليه اللجنة المالية والاقتصادية لم تشمل على المالك للشقة. احنا عندنا نظام جديد الان، المستأجر هذا شائع من زمان، هناك من أهل الكويت من هم يأجرون في الاستثماري، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح في من يملك في الاستثماري، وللحفاظ على المساواة ما بين الكويتيين لذلك رأينا أن نضيف بالإضافة إلى كلمة المستأجر أيضا نضيف كلمة المالك حتى لا يسقط حقه. اقرأ التعديل، اقرأ التعديل. تسمح لي اقرأ المادة حتقرأ كالآتي: القديمة لا لا مو المادة، تعديلك، تعديلك ومن ثم أخذ الموافقة ماشي. وبعد ذلك يقرأها المقرر كاملة ونأخذ ماشي. الموافقة عليه. يعامل الكويتي المالك لشقة أو المستأجر لها في السكن الاستثماري معاملة الكويتي في السكن الخاص، وبقية المادة. يوافق المجلس على هذا التعديل؟ تفضل أخ فيصل. الآن من قراءة الوزير أعتقد يعني يعامل المالك للشقة والمستأجر لها كأن المستأجر اللي مأجر الشقة اللي يملكها الكويتي، تحتاج شوية تعديل عشان نفصل بين المقصود فيها أنه مستأجر الشقة هذه نفسها. لا لا، المالك لما يأجرها حق غير كويتي ما يصير تعامله معاملة الكويتي. لا لا، هو المالك اللي ساكن ما في مشكلة، بس محتاجة تعديل لا تفسر ان المالك صح والمؤجر يعني. صح. الأخ وزير الكهرباء، الأخ الوزير. نعم. فهمت النقطة؟ ان باشر كل واحد يملك عمارة يعتبر نفسه مالك كويتي، وبالتالي تطبق تعرفة الكويتي عليه. لا اسمح لي الأخ الرئيس، لا حقيقة لأن النص يقول المالك لشقة وليست لعقار. يعني يملك المالك العقار لشقة. يملك الشقق اللي فيه. واضح. بس لحظة خلنا نحل الإشكال، لأن هذه الأخ الوزير بعطيك سعدون. بس سيد عدنان كن وياه لو سمحت، انت مساعة يمكن قلت شيء يوضح هذا اللبس بأن تربطها بالساكن وليس المالك. يعامل الساكن اللي تفضلت فيه مساعة، ممكن تشرحه؟ اي لو سمحت. وهو بدل ما نقول مالك ومستأجر، الساكن في شقة، الكويتي الساكن في شقة تشمل الاثنين، تشمل سواء مالك او مستأجر. اي الساكن في الاستثمار الكويتي الذي يسكن. شكرا اخ رئيس. لا تطول بالكم. سعدون حماد جايكم. شكرا اخ رئيس. الاخ رئيس بالنسبه للماده 3، الماده 3 الاخ رئيس يعامل الكويت المستاجر في السكن الاستثماري معامله الكويتي في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء، شريطه الا يكون متوافر له سكن خاصا او لديه عنوان اخر غير عنوان المستاجر. الاخ الرئيس في بعض المواطنين عنده عنوانين وثلاثه، متزوج زوجتين وثلاث، شلون عالجهم؟ لازم تعالج برضو الاخ الرئيس. هو الان له سكن، له بيت حكومي واحد او يملك بيت وعنده زوجتين ماجر لهم شقق، شلون عالج مشكلته حاليا؟ يجب ان تعالج اخ رئيس. فاحنا نقول الكويتي اللي ساكن سواء في سكن خاص او ماجر، لكن كلهم باسمه، الاسامي باسمه واولاده متوزعين الاخ رئيس، هذه نعالجها. ما تبون مثلا اخ رئيس نقول مثلا اللي له سكن نعطيه سكن واحد، بس بعضهم عنده عنوانين ثلاثه. حسب القانون اذا عنده عنوانين ثلاثه ما له شيء، فلازم عشان ما اسال حمود الحمداني يقول لك شلون عالج.
تفضل عطني الأخ رئيس. المادة واضحة، شريط ألا يكون متوافر له سكن خاصا أو لديه عنوان آخر. أنا بتكلم اللي عنده عنوان آخر حسب المادة ما له شيء ما ينطبق عليه، فيفترض اللي عنده سكن وحتى لو عنده عنوان آخر لكن يشمل التعرفة اللي هو في الزين، يجب أن تحدد في المادة. شكرا. ماشي حاولت بيك. سيد يوسف زلزلة وبعدين محمد طنة. بعطيك آخر شيء ترد ولا ما طول بالك. تفضل سيد يوسف زلزلة. تفضل دكتور. الأخ الرئيس أنا أتفق مع ما ذكره سيد عدنان، بالفعل الساكن، تدري ليش الأخ الرئيس؟ أخشى أن يكون هناك من تسول لنفسه، أي مقيم بالكويت يطلب من واحد كويتي تسول لنفسه يقول له عطني بطاقتك المدنية وأنا أجر هذه الشقة باسمك أنت، وبالتالي يحصل على تعرف أبو فلسين. لذلك لما تكون الساكن هذه تقيد السكن بأنه هو كويتي الساكن وبالتالي يلزم بالفلسين، افضل من لا تترك كما ذكرها الاخ الوزير. شكرا الاخ الرئيس. الاخ محمد طنا ثم عبد الله التميمي. شكرا اخ الرئيس. اخ الرئيس الان لابد نوضحها من الناحيه القانونيه، كثير من الكويتيين الان يملك سكن خاص او يتمتع بالرعايه السكنيه ومن ثم لديه ملك الى شقه في سكن استثماري، لازم توضح مع الوزير هالامور هذه. كثير من الكويتيين عنده سكن خاص عن طريق الرعايه السكنيه ومن ثم يملك شقة في سكن استثماري، لذلك لابد نوضحها بحيث أن الكويتي يشمل القانون حتى لو كان لديه سكن خاص. وهذه النقطة اللي قالها سعدون حماد بأن تسمح له بأكثر من عنوان. تفضل الأخ عبد الله التميمي. شكرا أخ الرئيس. شكرا. شكرا أخ الرئيس. معالي الوزير، الآن من يملك سكن خاص منزل ولديه أيضا مستثمر أمواله في الشقق التجارية، مشتري له 3-4 شقق مستثمرهم بس باسمه والعدادات باسمه ويأجرهم بينه وبين المؤجر الغير كويتي عقد أجار ولكن العداد باسمه، هذا يجب أن نوضح هذا الأمر، لأن يصبح هني في كثير، أنا أعرف ناس الله نعم عليهم أو من تقاعدهم اشتروا شقق في عمارات تمليك ومأجرينها على غير كويتيين ساكنين فيها ولكن العداد باسمه، ولذلك هذه النقطة جدا مهمة حتى نحددها في القانون تكون واضحة ولا يكون فيه لبس. شكرا. الأخ عسكر العنزي بيك بو مشعل. شكرا الأخ الرئيس. أنا بس أحب أوضح حق إخواني النواب أن موضوع السكن الخاص إحنا منتهين منه، إحنا ترى اليوم ما قاعد نتكلم عن السكن الخاص، باللجنة تكلمنا عن السكن الخاص حتى إذا كان مواطن كويتي ممكن يملك أكثر من بيت أو 3 بيوت، هذا الشيء إحنا خلصنا منه من الجلسة اللي طافت. نتكلم عن الاستثماري، المواطن الذي يسكن في شقة استثمارية إحنا حددناها في اللجنة أو المواطن اللي تكون عنوانه على نفس الشقة، إذا كان هناك مواطنين مثل ما قال أخوي عبدالله التميمي يملك أكثر من شقة أو هذا ما يمنع، بالعكس نقدر نعدل هني وإحنا مو ضد المواطن حتى إذا وإن كان في الاستثماري. شكراً. ماشي بعطيك. منو كان طالب؟ الأخ خلف دميثير ثم محمود الحمدان. الأخ خلف دميثير عطوا الميكروفون لا يزعل. إيه الأخ رئيس، لحد الآن في نقاط غير واضحة وأنا عضو باللجنة المالية، في مقتدرين يملكون أكثر من 5 و7 بيوت و10 بيوت والسكن الخاص مفروض محدد ببيت واحد، يعني هني ظلمت أنت أبو السكن الخاص الدخل المحدود العادي، لما واحد يستفيد من 7 أو 8 بيوت أو 10 بيوت شلون تحددها؟ يحددها القانون شلون يحدد أن له ملكية بيت واحد؟ وأرجو من الوزير يجاوبني في هذا الموضوع الأخ الرئيس، أنه ما يصير أكثر من بيت واحد. ماشي. اللجنة المالية عندهم اقتراح، اللي عنده اقتراح يقوله، بس اللجنة المالية راح أخليها ترد على هذا التساؤل. شكراً أخ خلف. تفضل الأخ حمود الحمدان. جزاك الله خير. أنت تأيد أكثر من سكن ولا سكن واحد؟ لا، بالنسبة للكويتي إذا كان مثلاً يملك في السكن الخاص عنده أسرة ويعني متأهل بأكثر من أسرة، عنده يعني 2 أو 3، فلذلك لابد أنه إذا عنوانه يقول إذا كان على عنوان واحد فعنوان واحد راح يكون عنوان البيت الأساسي اللي الزوجة الأولى، فباقي النساء راح يكون عليه تكاليف مالية أكبر، ف
فلذلك يوضع حد إذا كان عناوين زوجات إثبات عقد الزواج بسكن آخر فلذلك يعطى بعدد زوجاته. يعني شنو شنو حلك يعني شنو اقتراحك بأنه بالقانون عدد العناوين هو بعدد الزوجات؟ عطى الميكروفون عطى الميكروفون خل أعرف. العناوين اللي بالاستثماري بناء على بطاقات مدنية للزوجة والأبناء الجدد اللي موجودين ذيلي. كلامه تأيد أنت سعدون. تفضل دكتور عبد الله دريجي. شكرا أخ الرئيس. الأخ الرئيس كلام الأخ خلف دميثير كلام صحيح. الآن موضوع السكن الخاص، وتدري أن الآن أكثر الكويتيين يأجرون في السكن الخاص. الحين راح تكون عندنا مشكلة إذا كان أكثر من سكن. الآن الوافدين اللي موجودين في الاستثماري راح يطلعون ينتقلون إلى السكن الخاص، يأجرون في السكن الخاص. الآن راح يصير ارتفاع بأسعار السكن الخاص، ينزل أيضا العقار الاستثماري. فهذه أيضا مشكلة فعلا كلام الأخ خلف دهنفير عدل، يعني راح تكون عندنا مشكلة في إنه راح ينتقلون، راح يصير نزوح من الاستثماري إلى المناطق السكنية. بعدين الأخ الرئيس بالتوصيات، التوصية رقم 7. بس خلنا الآن في هذا التعديل. إيه. فأنا يعني نبي توضيح من الأخ الوزير شلون راح يعالج هذه المشكلة. شكرا. تفضلوا اللجنة المالية في عندكم. أخ الرئيس في تعديل أو صياغة يمكن يناسب الجميع وبناخذ رأي الأخوان النواب، يعامل الكويتي الساكن في شقة استثمارية سواء كان مالكا لها أو مستأجرا معاملة الكويتي في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة أن لا يكون متوفرا له سكنا خاصا أو لديه عنوان آخر من غير العنوان المستأجر به. الآن حتى بس نحل الموضوع، الجزء الأول عشان ما ندخل في موضوع العناوين، الجزء الأول اللي هو تحويل الصياغة إلى الساكن، موافق توضحها سيد عدنان؟ تفضل. شكراً أخ الرئيس. أكو صياغة ثانية الأخ الرئيس، الأخ الرئيس قدمنا صياغة ثانية قد تتضمن كل التعديلات، لو سمحت المقرر إذا تقرأ التعديل ونشوف رأي الأخوان في المجلس. شكراً الأخ الرئيس. شكراً. تفضل اقرأ التعديل الأشمل. الميكروفون. شكرا اخ الرئيس. نتقدم بالاقتراح التالي كتعديل على المادة الثالثة لتصبح التالي: يعامل الكويتي الذي يسكن في السكن الاستثماري من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة أن لا يكون قد استفاد من الدعم من سكن آخر. مع خالص تحية عدنان عبد الصمد سعدون حماد أحمد لاري. مرة ثانية: يعامل الكويتي الذي يسكن في السكن الاستثماري من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة أن لا يكون قد استفاد من الدعم في سكن آخر. انتهى التعديل. عدنان عبد الصمد سعدون حماد أحمد لاري. الآن في جزئين حتى بس نوصل إلى حسم الخلاف. في جزئين، في جزء يفرق بين الساكن والمالك، وهذا أعتقد عليه اتفاق، يعني الكل موافق عليه بأن تحدد بالساكن وليس المستأجر أو المالك حتى تطبق عليه التعريفة المخفضة. وفي جزء الآخر اللي هو هل يكون له عنوان بسكن واحد يستفيد من الدعم ولا بأكثر من سكن. فبصوت على 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 التعديل مرتين. إيه بس شلون تحصرها؟ ما لا 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 يصير الكلام شفهي، خلى يقدم. اللي قال تفضل اخ حمود. اسف. تفضل دكتور يوسف الاخ وزير التجاره. السيد الرئيس، طالما قاعدين نتكلم بالصياغة نفضل أن تستبدل كلمة الكويتي بالمواطن، بس لأن يعني أينما أرادت في النص بدل ما نقول يعامل الكويتي المستأجر أو المالك
نقول يعامل المواطن، المواطن معناته الشخص الكويتي، بدل ما نستخدم مصطلح الكويتي بشكل قانوني مواطن أفضل. شكرا، أتمنى رأيك وزير التجارة تقوله حق زميلك وزير الكهرباء عشان الحكومة يصير صوتها واحد صوبنا. فإذا ممكن لو تصعد على المنصة. تفضل أخ الرئيس. الأخوة مقدمي المقترح هم عدلوا على مقترحهم بصيغة توافقية، ونبي نسمع رأي الحكومة. يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة أن لا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر. الذي يعامل المواطن، وبعدين ما كملت في شيء ناقص. هذا مقترح، كمل اقرا. يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا. هذه ناقصة صياغة. يعامل يتعامل شلون؟ عدل الصياغة سيدة. يعامل كم كم ك كإيش؟ عدل الصياغة، عدلها. يعني لازم يعامل معاملة المواطن في السكن الخاص. اقرا الصياغه الاخيره اخ الرئيس. خلكم منتبهين، الحكومه الاخوه النواب سيد. هذه صياغه قانونيه، اسمعها هذه نفسها. ارجو من الجميع ينتبه اخ الرئيس. سيد يعامل المواطن الساكن في شقه استثماريه سواء كان مالكا لها او مستاجرا معامله المواطن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة أن لا يكون متوفرا له سكنا خاصا أو لديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به. هذا التعديل من نائب فيصل كندري. موافق كندري ومحمد الجبري. سيد اقرا الصياغه الثانيه، اقراها. روضه ما وافق، فبالتالي ننطر.
هذا التعديل جاي من غير أسماء بس بقرأ آخر. يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة أن لا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر. هذا بالضبط. موافقة؟ في تعديل وعلي بعد؟ طيب بيصير تعديل على التعديل. شنو التعديل؟ عطني خلني أقرأ. هذا الحين بيصير في خلاف بين اللي أنت محمد. تفضل أخ حمدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرئيس، احنا طبعا التعديلات احنا القانون على موقفنا رافضينا، لأن أنت من ساعة بداية الجلسة قلت أن تمت الموافقة على القانون، ما ذكرت أنه جزاك الله خير بأغلبية قلت احنا قاعد نوضح موقفنا، احنا رافضين القانون، انا رافض القانون وايضا التعديلات رافضه. شكرا. ماشي مرفوض طبعا. انا اقول موافقين على القانون ابو عبد الله لان تمت الموافقه، انا ما قلت بالاجماع ولا قلت الرغم. ايه القانون المجلس وافق على القانون في مداولته الاولى. انا لم أقول إيه، وافق المجلس بالأغلبية. ما يصير أذكر الأغلبية، إيش بقعد أذكر كل تفصيل. أنا ما قلت إجماع. مو أنا الأستغربة أبو عبد الله، أنت والأخ جمال واللي بيصوتون وياكم بي، بعدين تصويت نداء بالاسم، صوتوا غير موافقين، أنتوا غير موافقين من المداولة الأولى وفي المداولة الثانية، وخلكم غير موافقين، وخلونا نخلص شغلنا. طيب الآن التعديل الأول تمت الموافقة عليه، الآن في تعديل على التعديل من الأخ حمود الحمدان حق اللي متزوج أكثر من واحدة. عدل تفضل. أخ فيصل حمود، ما أدري والله سهل. أخ الرئيس لو سمحت أخواني، أخ الرئيس كان يعني أعتقد موضوع الشرائح هي كانت تحلها الإشكال كله، ولكن مدام المجلس يعني رفض الشرائح، الآن عالجنا المواطن اللي ساكن بالاستثماري. شلون نعالج الوافد اللي ساكن بالسكن الخاص؟ هناك وافدين كثيرين ساكنين بالسكن الخاص، شلون العلاج تعالجها الآن؟ لأنك أنت لا بالنهاية يعني في يعني شيء ما في عدالة يعني، ها؟ ولكن بالنهاية أنا أعتقد مثل ما قلت قبل كان نظام الشرائح هو حل الإشكال هذا كله، ولكن بالنهاية القرار للمجلس. شكرا. طيب هذا الآن انتهى الموضوع. تفضل أخ روضان. شكرا أخ الرئيس. يعني على كلام الأخ فيصل، اصلا الوافد ما له حق يسكن بالسكن الخاص اذا ما كان يعني الاجار ممنوع بالسكن الخاص. اذا بترجع للقانون فهو ممنوع، فيعني لا ندخل الوافد اصلا بالاساس ممنوع ياجر بالسكن الخاص. شكرا الاخ الرئيس. ما قانون، خلونا بالتعديل يا جماعه. لا ندش. تفضل اخ عبد الله طريجي. الاخ رئيس انا قدمت الان تعديل قد يكون هو الأنسب. يحاول قريت تعديلك، هو نفس بالضبط تعديل الأخوة. لا بس بالصيغة على أساس موضوع بس التمليك صوتنا على ذاك، هو نفس المضمون بالضبط. بس تفضل دكتور عودة وبعدين أحمد. شكرا أخ الرئيس، أنا مكتفي بالرد اللي ذكره رضا الرضان. شكرا أخ الرئيس. تفضل أخ أحمد القضيبي. شكرا أخ الرئيس. أخ الرئيس احنا لازم نعرف شغلة واحدة، الدعم للمواطن ولا حق أملاك المواطن؟ احنا الدعم كله قاعد يروح حق اصحاب الاملاك، تجار العقار هم اللي قاعد يستفيدون من الدعم وليس المواطن. انت اليوم اذا اعطيت الدعم حق العقارات وليس حق المواطن في شخصه، ان احنا قاعد نرفع اسعار العقار السكني واللي هو اليوم مرتفع متضخم، راح تخلي تجار العقار ينتقلون الى السكني ويرفعون الاسعار على بالنهايه على حساب المواطن. فالمفروض المفروض ان الدعم يعطى للمواطن دايركت وليس لاملاكه،
نفس التموين، التموين ما تعطى للعائله، يعطى للشخص نفسه. ماشي. كبطاقته المدنيه كل شخص مسجل ياخذ التامين، ياخذ التموين، اسف. ماشي. فبالنهايه احنا بالنهايه بنحافظ على المواطن، ما نزيد عليه الكلفه والمصاريف الاضافيه. وهذا اللي صار، حتى يترجم تترجم الفكره الى واقع، يقدم تعديل ويتم التصويت عليه، هذا اللي قدمه ابو سليمان الاخوه زملائك وتم التصويت عليه. انا قدمت التعديل باللجنه. أعطي الميكروفون. قدمت التعديل في اللجنة أثناء اللجنة، ولكن تم التصويت عليه بالرفض. فإحنا بالنهاية نسعى إلى المحافظة على المواطن، فإحنا لازم نروح ندعم المواطن بشخصه وليس بممتلكاته. معك أبو سليمان، لكن الآن ما نقدر ندخل في النقاش العام. الآن إحنا نصوت على التعديل، خلصنا من التعديل الأول. في تعديل من حمود الحمدان، من منو؟ ما يا جماعة ما يصير. دكتور طريجي نفس المضمون، تفضل. في تعديل من نائب حمود الحمدان جزاه الله خير، يشجع على الزواج. يعامل المواطن لكل أسرة مستأجرة بالسكن الاستثماري معاملة المواطن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء بحسب عقود الزواج وعنوان الأبناء والزوجة. حمود الحمدان، فيصل كندري. المواهغ الرعيدة، تب تشرح اقتراحك؟ تفضل، ما يخالف وفق اللائحة سيد، تشرحها عندك دقيقة، شرحه وبصوت. بسم الله، شكرا معي الرئيس. بالنسبة لي إذا مواطن كويتي متزوج أكثر من زوجة، الزوجة الأولى مثلا في بيت السكن الخاص ويكون مؤجر بالاستثماري، فما يستطيع أن يحط أكثر من عنوان، عنوانه عنوان واحد، لكن عنوان أبناء بناء على ذلك، زوجته وأبناء على الشقة. فلذلك بناء على عدد عقود الزواج وعناوين الأبناء والزوجة. الموافق على روضان عندك وجه. أبو عبد العزيز عندك كلمة. الموافق على اقتراح الأخ حمود الحمدان يرفع إيده لو سمحت. انكشفوا. ثلاثة من كم الحضور؟ ثلاثة من 39، إذن عدم موافقة. الآن اقرأ المادة في صيغتها النهائية. المادة في صيغتها النهائية بعد التعديل. يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر. موافقة. التعديل اللي بعده. هذا اللي صوت، مو هذا اللي صوت. بلا هذا شيء. بلا هذا. هذا هو اللي صوت. التعديل اللي بعده أي مادة؟ اللي بعده مادة 4. طبعاً تغيير بس من القرارات اللازمة، خليناها اللائحة التنفيذية. موافقة. اقرأ المادة 4. يصدر وزير اقرأها كاملة أبو عبد العزيز. مادة 4. يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره. موافقة. التعديل الأخير. التعديل الأخير على الجدول أخ الرئيس. تفضل. تعديلات. 0 صارت 1. طبعاً 0 صارت 1 إلى 1000. القطاع الصناعي بدلاً من المنشآت الصناعية. بدلاً من المنشآت الصناعية. قطاع الإنتاج الزراعي سوينا القطاع الزراعي. طيب. وآخر الجدول أخ الرئيس، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحدد اللائحة التنفيذية. لا اقراها من أول. تعتبر من الأول. تعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط. موافقة.
الآن يجرى التصويت نداء بالاسم انهاء في جدول ماي. عفوا تفضل في جدول الماي. أخ الرئيس للجدول في المداولة الأولى صوتنا على المنشآت الأخرى بالنسبة لجدول ماي والمنشآت الصناعية ومحطات تعبئة المياه. الحكومة في تعديلها جاء في توضيح أكثر أن بدل المنشآت الأخرى حددتها الاستثماري والتجاري والحكومي والقطاعات الأخرى، وبالنسبة للمنشآت الصناعية حددتها الصناعي والزراعي، والتعرفة هي هي ما تغيرت. تعرفة نفسها كما تم إقرارها بالمداولة الأولى. عدل الجدول اللي موجود في تقرير اللجنة بالنسبة للمياه. لما تفضل أخ سعدون. أي الأخ رئيس، أرجو الأخ مقرر اللجنة المالية بس يوضح لنا الآن حاطين طبعا القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى. الأخرى يعني أي شنو الأخرى؟ لازم تحدد، مش محدد الأخ رئيس، فهذا مفتوح سؤال. فشنو المقصود بالأخرى؟ تفضل الأخ المقرر أو الحكومة، تعديل من الحكومة. الأخوة الفاضل وزراء المالية والأخ أبو ناصر، أخ بسليمان وزير المواصلات، أخ طلال جلال قاعد استريح وزير المواصلات. يا جماعة بتصوتون، فأرجو بس الانصات إلى الأخ الوزير. تفضل. شكرا للأخ الرئيس. القطاعات الأخرى هي الشاليهات، الجواخير، وأي قطاعات لم تذكر، أي قطاعات لم تذكر، الجواخير والشاليهات وغيره. توضح في المذكرة التفسيرية. الآن هل يوافق في أي سؤال ثاني على الجدول الوارد؟ في أي سؤال؟ تفضل أخ محمد الهدية. الأخ الرئيس بس استفسار هني من الجدول، القطاعات القطاع الصناعي تعرفة ثابتة والقطاع الزراعي تعرفة ثابتة، هني تحت مسجلين يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من الضوابط. هذا على الكهرباء أبو حمد. شلون؟ هذا على الكهرباء، احنا نتكلم على الماء. اي الكهرباء، الكهرباء نعم الأخ الرئيس. يعني شنو 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 ما شنو يعني القطاعات المنتجة والغير منتجة؟ يعني أنا بتفسير الأخ الرئيس. شنو؟ تفضل أبو العزيز. شكرا أخ الرئيس. طبعا أخ الرئيس لما تكلمنا على التعديل اللي صار في اللجنة وفق القواعد والضوابط اللي تحدد اللائحة التنفيذية خاصة على القطاعين الزراعي والصناعي، أن يحددون أن المصانع أو المزارع المنتجة يعطونها دعم، أما غير ذلك لا، تبقى التعرفة على ما. فلذلك خلينا عند الحكومة هي اللي تحدد. يعني تفضل محمد الهدية. الأخ الرئيس، طبعا هني لما تحدد ان في قسائم صناعية منتجة وقسائم زراعية غير منتجة، هذا بحد ذاته مخالف. القسيمة الصناعية ان لم تكن منتجة فيفترض انها تسحبها الحكومة، وكذلك الزراعي. اذا زراعي ما ينتج زين يفترض انك تسحبه، معناته مخالف.
انت هني تعطيه انه والله اذا انت مو منتج اوكي خليك مو منتج بس ازيد عليك الكهرباء، وكذلك نفس الشيء الصناعي. فهني هذا الاخر، والامر الاخر انك تطلق يد الوزاره في انها هي تحدد بكيفها، هذا امر اخر بعد. تفضل اخ وزير الاشغال ووزير الدوله شو مجلس الامه. شكرا لاخ الرئيس. الاخ الرئيس لا شك بان المواطن عندما يعطى مصنع او حيازه زراعيه يحتاج الى وقت علشان يثبت انتاج. وتعلم الاخ الرئيس معاليك بان احنا في قانوننا اللي شرعناه اعطينا 3 سنوات للمزارع حتى يبدا الانتاج، يوصل مياهه، يوصل شغله، يحط محمياته. ففي هذه الفتره لا يثبت انتاج، متى ما تحول الى اثبات الانتاج وبدا ينتج انتاج صحيح يعني زراعي او صناعي عندها يراعى في التعريفه. لكن في هذه الفتره طبيعي ما راح تقدر تسحب، لان هذه فتره منصوص عليها بالقانون، وايضا فتره لا تستطيع ان تدعم بان ليس لديه انتاج. متى ما تحول الى الانتاج ذاك الوقت تدعمه. شكرا لك. شكرا. تفضل اخ احمد القضيبي. مو 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 نغش بصوته، وكل واحد يعبر عن رايه بالتصويت. شكرا. شكرا اخ الرئيس. اخ الرئيس، موضوع التعرفه سواء على الزراعي ولا على الصناعي، في قانون صريح طالع من مجلس الامه يقول تعطى القسايم سواء الزراعيه او الصناعيه اساس لعمليه الانتاج، اذا ما انتجت ولا اشتغلت تسحب هذه القسايم. بالمقابل الكهرباء يسوون العكس، اذا انت منتج ادعمك واذا انت مو منتج اخليك، معناته ان بدال لا تكون زراعي بتصير استراحه وانتفى الغرض منها ويخالف القانون اللي صادر من المجلس. نروح على الصناعي نفس الشيء، انا اعطيتك عشان تنتج تسوي مصنع تشتغل، مو عشان تسوي مخزن وتستفيد منه في امور ثانيه غير الصناعه. فهل هالمغالطات هذه ليش بالقانون؟ في قانون يطلع صح. شكرا. تفضل الاخ ابو عاصم. شكرا لاخ الرئيس. الاخ الرئيس ما حد قال نخليه ابدا، واحنا من شهر 5 القادم راح نبدا بسحب الحيازات اللي استنفذت هذه المدد. احنا نقول ان في مده منصوص عليها بالقانون، ما نستطيع ان نسحب الحيازه الزراعيه، ولا هم مطلوب منا ايضا ان يثبت انتاج الا بعد 3 سنوات. خلال 3 سنوات راح يعامل معامله اي شيء اخر بالعشر فلوس اللي منصوص عليها. اذا بعد 3 سنوات منصوص عليها بالقانون اللي احنا شرعناه، اذا ما اثبت انتاج زراعي تسحب، واذا اثبت انتاج زراعي ذاك الوقت يدعم. واضحه واضحه يا جماعه. ابو سليمان، لا 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 لا، اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي، في لائحه، صاحب الاقتراح هو اللي يبين، اللي عنده اقتراح اي وقدمه. يا جماعه ما حد عنده اقتراح. الموافق ما يصير يا ابو حمد، يا ابو حمد ما يصير، واضحه بس ماشي. اللي ما يقتنع برايه يعبر عنه بالتصويت. يا جماعه استريح سيف، ارجوك جماعه، طول بالك جماعه، خلونا نلتزم باللائحه. في المداوله الثانيه حق الشرح فقط لمن تقدم باقتراح، مو نقاش. هذا الامر اي وقت النقاش. لانه اصحاب اقتراح تقتنع برايه صوت وياه، ما تقتنع برايه صوت ضده. دكتور مقدم اقتراح، تفضل اقتراح. شكرا. شكرا اخ الرئيس. سيف ارجوك خلنا نركز بس، 10 اقتراحات او اقتراح، المهم ان نحاول نقنع. اللي تفضل فيه الاخ معالي وزير الدوله لشؤون مجلس الامه، ان اذا كان بيطبق القانون بالمستقبل، انت طبق القانون الحالي اللي موجود عندك. هذه مشكلتنا ان ننطر مده وبعدين نقول والله نسحبها. الكلام اللي تفضل فيه الاخ احمد القضيبي صحيح، الأصل القياس الصحيح يجب أن يكون قياس واحد ومنطقي. إذا كان في الحيازات الزراعية والصناعية منحت لأنها منتجة أو تكون منتجة فبالتالي تسحب إذا خالفت هذا الغرض، فبالتالي لما نتكلم عن قضية
الدعوم والاستثناء الزراعي والصناعي، كلمة المنتج هذه كأنه يعني كأنه إقرار بأن الغير منتج يستمر في منح الحيازة. فبالتالي عندنا خلط في هذه الأمور. إذا احنا محتاجين نرتب هذه الأمور ترتيب صحيح يجب أن نطبقها بشكل سليم. شكرا أخ الرئيس. شكرا يا جماعة. يا جماعة الأمر واضح. استريح سيف، استريح سيف جماعة الأمر واضح. لحظة بسليمان، ما يجوز مو عن يا باسمك إذا في مساس، في مساس. دكتور عودة، ما وإذا قال اسمك فاهمين اللائحة غلط. أنت اللائحة ما تقول إذا قال اسمك أعطيك الكلام، تقول إذا مسك. هو ما مسك، مدحك. دكتور عودة، الأخ الوزير واضح الآن، بصوت هذا تقرير اللجنة. إذا 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 رفض إعطاء هذا المرورة، معناته القطاعين إلى أبد الآبدين يظلون على التسعيرة القديمة. هذا صلب الموضوع. الآن الموافق يا أبو حمد، يا أبو حمد أنت مو نقطة، ما يصير يا أبو حمد. مو أنا اسمح لك، هم سيف رافع إيده وكثر رافعينه، عطيتك وبينت وجهة نظرك. جماعة في فرق بين المناقشة العامة وبين التصويت على 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 التعديل. اللي معترض يرفع إيده على التعديل. اللي معترض يرفع إيده. هذا تقرير اللجنة، على تقرير اللجنة. عشرة من 41 مختلفين معترضين. إذا موافقة. أيضا بترتيب الجدول، أن هذه الجملة يجب أن تأتي بعد الجدول، هذه الفقرة يجب أن تأتي بعد الجدول الثاني وليس الأول. موافقة. في أي تعديل آخر لأخ المقرر؟ في اللي قرأنا قبل شوي على المياه، على تعديل المياه بس الأخير على المياه وتحديدها اللي قلتها قبل شوي أخي الرئيس. المنشآت يعني طلع في المداول الأولى، صوتنا عليه أبو عبد العزيز. لا ما صوتنا عليه أخي الرئيس، صوتنا مساء، صوتنا على الكهرباء. هذا التصويت على المياه. أوكي. في أي تعديل؟ أي ما صوت، هذا صوتنا عليه، صوتنا عليه. أي أوكي، لا يوجد أخي الرئيس، لا يوجد أي تعديل، لا يوجد أي تعديل آخر. إذن الآن يجرى التصويت نداء بالاسم إنهاء للمداولة الثانية. أحمد حال جلاري موافق. أحمد خالد الجسار موافق. أحمد سليمان القضيبي غير موافق. دكتور أحمد مطيع العازمي غير موافق. أنس خالد الصالح موافق. دكتور بدر حمد العيسى موافق. جمال حسين العمر غير موافق. حمدان سالم العازمي غير موافق. حمد سيف الهرشاني موافق. حمود محمد الحمدان موافق. خالد الجراح الصباح موافق. خلف دميثير العنزي غير موجود. راكان يوسف النصف موافق. روضان عبد العزيز الروضان موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. سعود نشمي الحريجي موافق. سلطان جدعان الشمري موافق. سلمان صباح الصباح موافق. سيف مطلق العازمي غير موافق. صالح أحمد عاشور غير موافق. صباح خالد الصباح موافق. طلال سعد الجلال موافق. عادل مساعد الجار الله موافق. دكتور عبد الرحمن صالح الجيران غير موجود. عبد الله ابراهيم التميمي موافق. دكتور عبد الله محمد الطريجي موافق. عبد الله مرزوق العدواني موافق. عبد الله يوسف المعيوف موافق. عدنان سيد عبد الصمد
موافق. عسكر عويد العنزي موافق. دكتور علي سعد العبيدي موافق. الدكتور علي صالح العمير موافق. علي عبد الله الخميس موافق. الدكتور عودة الرويعي موافق. عيسى أحمد الكندري موافق. فارس سعد العتيبي موافق. فيصل سعود دويسان موافق. فيصل فهد الشايع موافق. فيصل محمد الكندري موافق. ماجد موسى المطيري موافق. ماضي محمد الهاجري موافق. مبارك سالم الحريص غير موافق. محمد خالد الصباح موافق. محمد طنة موافق. محمد مروي الهدية غير موافق. محمد ناصر البراك غير موجود. محمد ناصر الجبري. محمد ناصر البراك موافق. محمد ناصر الجبري موافق. دكتور محمد هادي الحويلة موافق. دكتور منصور فالح الظفيري موافق. هند صبيح الصبيح موافقة. ياسر حسن أبول موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع موافق. دكتور يوسف سيد الزلزلة موافق. دكتور يوسف محمد العلي موافق. مبارك بنية الخرينج موافق. خلف دميثير العنزي موافق. مرزوق علي الغانم موافق. في توضيح من الأخ المقرر، تفضل وضح. أخ الرئيس، في توضيح بس على تقرير اللجنة، بدل لا يصير شرائح يصير تعرفة ثابتة فقط. يصير هذا كلام عام، على شنو بالضبط تتكلم؟ الجدول بالنسبة للاستثماري والتجاري والحكومي والقطاعات الأخرى بالنسبة للماي، يعني كما جاء في الجدول الأخير المعدل، كما جاء في الجدول الأخير مو مال اللجنة، تعديل الحكومة اللي موجود. بس توضيح، الحضور 56، الموافقون 48، غير الموافقين 8. إذن موافقة على القانون ويحال مشروع القانون إلى الحكومة. هل لحظة هل يوافق المجلس أيضا على التوصيات الواردة في التقرير التكميلي؟ موافقة غير موافق؟ نقطة نظام. تفضل دكتور عبد الله. تفضل. التوصية رقم 7 أعتقد توصية ملقومة شوية. شو تقول التوصية؟ الاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية لدراسة معدلات الاستهلاك للمواطنين والوافدين والجهات المستهلكة بجميع تشعيباتها، ومن ثم موجودة عندنا مشطوبة مشطوبة والقيات خلاص مشطوبة. التوصية رقم 7 موزعة علينا. أيضا هناك لا موافق. تفضل دكتور عودة. شكرا أخ الرئيس. توضيح بالنسبة لما ذكر دكتور الطريجي، هذه العبارة أو الفقرة مشطوبة من التعديل اللي صوتنا عليه في المداولة الأولى، فمشطوبة بالتعديل ومشطوبة أيضا بالموافقة على التقرير بعد التعديل. شكرا أخ الرئيس. ماشي. تفضل الأخ رئيس اللجنة المالية. خلا صوت أول على التوصيات. أوكي. موافقة على حالة التوصيات للحكومة؟ موافقة. تفضل أخ فيصل. شكرا أخ الرئيس. طبعا أنا بخصوص توصيات، يعني أنا أعتقد من أهم توصية على وزارة الكهرباء الآن تنفذها من الآن هي تركيب العدادات الذكية بأسرع وقت ممكن، وتركيب عداد ذكي لكل شقة سكنية حتى يستطيع الوافد يشتري كرت بالنهاية ويحط كرته، طلع من الشقة أي ساكن جديد يحط كرته، صير سهلة بالنسبة لكم. وبالعكس أنا أعتقد بالاستثماري راح ينخفض الاستهلاك الكهرباء والماي إلى النص إذا استخدم الكروت، بدل ما يكون رقم مقطوع بالنهاية ويهدر الماي ويهدر الكهرباء. شكرا أخ الرئيس. شكرا الأخ الوزير. يا ريت أيضا يكون في تعهد للمجلس على البدء فورا في إجراءات تركيب العدادات الذكية. شكرا أخ الرئيس. أنا ودي أؤكد للمجلس أن
مناقصة الأعداد الذكية طرحت وأرسلت إلى لجنة المناقصات وسوف تطرح إن شاء الله إذا مو الأسبوع الجاي الأسبوع اللي وراه، وابتدى العد التنازلي لتركيب العدادات الذكية، وإن شاء الله أمام مجلسكم راح تجدون ما يسر الخاطر إن شاء الله وتركيب هذه الشبكة بإذن الله. في النهاية إذا تسمح لي أخ الرئيس أتقدم بالشكر للرئاسة وللجنة المالية والاقتصادية على مجهودها في عمل في تحضير هذا القانون وصياغة هذه النصوص، وأيضا الشكر موصول للأخوة أعضاء المجلس المحترمين. شكرا أخ الرئيس. شكرا، تفضل أخ صالح. شكرا أخ الرئيس. أخ الرئيس، عدم موافقتنا من مبدأ عدم استعداد الحكومة إلى الآن للسيطرة على أسعار السلع والخدمات، ولذلك إحنا نقول الآن بعد موافقة هذا القانون على الأخ وزير الكهرباء وكذلك خصوصا وزير التجارة والصناعة مراقبة الأسعار السلع والخدمات، شيء طبيعي أن الناس اللي راح تزيد عليهم قيمة الكهرباء من فلسين إلى 25 12 مرة ونص. لا حد أقصى، ها حد أقصى؟ إيه؟ لا التجاري مو حد أقصى، حد أقصى تعديل. التجاري سعر واحد. حد أقصى، حد أقصى، حد أقصى يعني ممكن توصيتك ونص. ممكن، فبالتالي إيه؟ لازم تدريب. لا تنعكس هذه الزيادة على المواطن في السلع والخدمات، انعكاسه يعني بشكل طبيعي على المواطن أنتم مسؤولين، لأن واضحة. بس جماعة ما يصير، خلص ما يصير، بتردع بس ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة 9 صباحاً.